بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من البيت الكبير. النهاردة هيكون ضيفي في حلقة اليوم نجم الكبير كابتن ياسر رضوان، وحوار مهم جدا جدا في كرة القدم. النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب كان حريص على تكريم الفريق الأول لكرة اليد رجال والجهاز الفني والإداري والطبي، تقديرا لما تحقق من نجاحات خلال الموسم المنقضي، وذلك بعد الفوز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي والتتويج بالدوري والتأهل إلى كأس العالم للأندية سوبر جلوب. والحقيقة كعادة مجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن خطيب بيكون دائما حريص على تكريم اللاعبين والأجهزة الفنية بعد المجهود الكبير اللي بيقوموا بيه. فريق كرة اليد قدر أنه يحقق إنجاز كبير بتحقيق 4 بطولات مهمة عن جدارة واستحقاق. خليني أبدأ مع حضراتكم هذه الاحتفالية وكلمة كابتن محمود الخطيب للاعبي الأهلي رجال لكرة اليد. طبعا احنا صحيح سعداء جدا أن احنا معاكم النهاردة، وإحنا عايزين كنا زمان كده عملنا حفلة جماعية لكل الناس، احنا قلنا لا لازم الاحتفال يبقى مع الفرقه عشان نشوفهم ويشوفونا ويكون في اكثر يعني قريبين من بعض اكثر يعني. وانا النهارده يمكن احنا يعني حريصين كمجلس اداره ان احنا نقعد معاكم على اساس نتابع مع بعض او نتكلم مع بعض، مش بس على التكريم، مش بس على ان احنا نشكركم على اللي حققتوه، لكن كمان عشان نبقى صراحة جدا مع بعض وعشان نفكر في المستقبل. فأنا الحقيقة طلبت من الكابتن خالد العوضي أعرف تفاصيل كاملة عن الموسم والنتائج الموسم. فأنا بطولة أفريقيا الأندية أبطال الدوري أول الحمد لله، كأس السوبر المصري أول الحمد لله، كأس السوبر الأفريقي أول، دوري المحترفين أول. اوكي 4 بطولات، و4 بطولات بنعتز بيها جدا، ولكن لازم مع البطولات لازم نكون واضحين مع بعض وصراحة مع بعض. ما ينفعش ان انا اخرج من كاس مصر، الرياضة فيها كل حاجة وفيها مكسب وخسارة وممكن نخرج وممكن نخسر، ولكن اللي مش ممكن ان احنا نعملش اللي علينا، او مش ممكن ان احنا ما نقومش بدورنا صح. فبنخرج من كاس مصر من دور الستاشر مع البنك الاهلي وافريقيا، ودي الحاجة اللي مزعلانة انا شخصية، ان انتوا بقالكوا دلوقتي تاني سنة او تالت سنة دي على التوالي، تالت سنة على التوالي تاخدوا سوبر وتخسروا افريقيا. طالما تقدروا تاخدوا كل حاجة خدوا كل حاجة، لكن لازم انا مع الالتزام والجدية والإصرار والعزيمة مع الجانب الفني، لازم ده يبقى ده يعني الهدف بتاعكم اللي هو ما يتغيرش. عايزين الكاس اللي جاي والدوري اللي جاي وأفريقيا اللي جاي لازم نفكر فيه، نفكر فيه بقوة انك تستحقوا ده وتستاهلوا ده وتقدروا عليه. ده اللي انا كنت عايز اقول لكم يا جماعة، بشكركم على الموسم، بشكر الجهاز بتاعكم على الموسم، وان شاء الله اللي جاي يبقى افضل بإذن الله. أشكركم جدا، شكرا. الحقيقة قبل بس ما أتكلم عن أيضا احتفالية أخرى، ولكن كابتن خطيب هو بيتكلم دايما بينقل نبض الجمهور الأهلاوي للفرق. تخيل حضرتك أن أنت بسم الله ما شاء الله كسبان كل البطولات فيما عدا بطولة واحدة. هنا الكابتن خطيب بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن كيفية خسارة هذه البطولة، وأنا متأكد 1000000% من الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم إنه دلوقتي في أكيد كونسولتو بيتعمل إيه اللي حصل عشان نخسر هذه البطولة. وزي ما كابتن خطيب هو بيتكلم قال إيه؟ قال طالما قادرين إن أنتوا تاخدوا كل البطولات خدوها. والله يا جماعة بجد، وده الكلام ده أنا بقوله لكل جماهير النادي الأهلي، إنه هتقعد حياتك بعد ما تبطل كرة قدم أو بعد ما تبطل رياضة أو كرة يد أو كرة سلة أو أي نوع من أنواع الرياضة، هتقعد وتتكلم مع أولادك تقول لهم أنا خدت بطولة 2 وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا.
الفلوس بتخلص، لكن البطولات بتفضل باسمك لغايه لما الجيل ده يخلص والجيل اللي بعده والجيل اللي بعده والجيل اللي بعده والجيل اللي بعده. فعشان كده بقول لحضراتكم كل ما تقدر، انا من اكتر، انا اسف ان انا بقول انا، ولكن من اكتر البطولات ان انا حزين جدا عليها في حياتي وحزنت عليها بقى بعد ما بطلت كمان كوره، البطوله بتاعت 2007 اللي خسرناها هنا في القاهره بتاعت عبد الرحيم العرجون ده. ليه؟ لان البطوله دي كنا نقدر ناخدها. كان زمان معايا 4 بطولات افريقيا او 3 بطولات افريقيا على ما اتذكر. خسرت واحده مع الاسماعيلي نفس الكلام برضه. فاللي بقوله ان مثل هذه البطولات هي اللي بتفضل باسمك، الفلوس هتروح وتيجي وهتخلص. المكافآت هتروح وتيجي وهتخلص، هتروح تصرف الفلوس. فعشان كده بقول لحضراتكم اسمعوا كلام كابتن خطيب، اسمعوا الراجل ده بيقول ايه. عند يعني مجلس الاداره عنده رؤيه مستقبليه لكل ما هو قادم. هو لما تاخد كل هذه البطولات من المفترض ان انا اعمل ايه؟ ان انا اروح اقول لك هايل وكويس، وده حصل وبيحصل ودايما بيحصل زي ما سمعته كابتن خطيب، هو كان عتاب لطيف. يعني ما معناه ان احنا ما ينفعش نخسر هذه البطوله مننا بسببنا. وكابتن خطيب يعني ما رضيش يقولها قوي، لكن هو بسببنا احنا اللي قصرنا كلعيبه، لان اللعيبه دي افضل لعيبه موجوده في مصر، مش بالكلام ولكن بالبطولات. هو الكابتن خطيب بيقول هذا الكلام، وزي ما فكرتكم السنه اللي فاتت كابتن خطيب وهو بيتكلم السنه اللي فاتت برضه بعد ما كان في موسم ايضا هو موسم استثنائي كبير جدا جدا. بعد هذا الموسم كلنا بقى قاعدين، كنا في الحفله قاعدين ومستنيين الكابتن خطيب هيقول ايه. كابتن خطيب قال لك يا جماعه هايلين ورائعين ومبروك وكل الاجهزه مبروك وكل حاجه، وانا عمري ما انسى هذه الكلمه كررها 3 مرات. قال ايه؟ السنه الجايه اصعب، السنه الجايه اصعب، السنه الجايه اصعب. وهو واقف على وهو واقف على المسرح مش المره دي لكن السنه اللي فاتت كمان. السنه دي بيقولها بطريقه اخرى، انتوا خسرتوا بطوله ما كانش ينفع تخسروها، ولكن قد ايه مبسوط وسط ولاده، قد ايه الشباب مبسوطين، رجاله كره اليد مبسوطين سعداء بهذا التكريم من ناديهم ومن مجلس اداره ناديهم ومن اسطوره الرياضه في مصر كابتن محمود الخطيب. عموما النهارده كمان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن خطيب كرم الفريق الاول لكره اليد للسيدات بعد النجاحات اللي حققها خلال الموسم المنقضي والفوز ببطولتي الدوري وكأس مصر وبرونزية بطولة كأس الكؤوس الإفريقية. خلي بالك برونزية كأس الكؤوس الإفريقية دي مش سهل ان انت تاخدها، مش سهل بصراحة. منظومة الأهلي في كرة اليد وفي ألعاب الصالات بتحقق إنجازات أكثر من رائعة على جميع المستويات، وللموسم الثاني على التوالي الأهلي بيحقق بطولات وإنجازات رائعة، وده زي ما بقول في كرة القدم بفضل جمهور أحلى جمهور، أحسن جمهور في العالم بوجهة نظري، وبفضل مجلس إدارة محترم استطاع أن يختار كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي اللي كان له دور كبير وفي وقفة ووقفة مجلس الإدارة في ظهره في كل ما في كل طلباته. كابتن خالد العوضي أنا عايز دي بيجيب حتى الآن 21 بطولة في كل الألعاب. لسه خلي بال حضراتكم اللاعبين والأجهزة الفنية هنتكلم عن حاجات كتيرة جدا، ولكن في كرة اليد رجال وكرة اليد سيدات حاجة جميلة جدا جدا جدا. عموما تعالوا نشوف كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماذا قال لسيدات اليد بعد هذا الإنجاز الذي تحقق. الحقيقه مع نهايه كل موسم وبيبقى فيه دايما سعاده في ان احنا بنلتقي مع بعض واحنا فايزين واحنا محققين شيء طيب لنادينا وكمان في تاريخ كل واحده فيكم. كل لعبه بتكسب ده بيضاف للنادي وبيضاف لتاريخ كنتوا كمان. بعد ان شاء الله ما تكبروا كده في السن وتبقوا قاعدين مكاننا هتفتكروا الايام ديت وتفتكروا ان انتوا يعني حققتوا مرد كويس او تاريخ كويس. لكن النجاحات اللي موجوده بجهاز فني
على مستوى عالي، ولعيبه مجموعه لعيبه برضو على مستوى عالي، وروح طيبه بين الجميع. اعتقد ان ده من اهم اسباب النجاح. احنا كمجلس اداره المفروض ان احنا مهمتنا ان احنا نوفر لكم كل الامكانيات اللي من خلالها ممكن تحققوا مطلوب منكم. طلبت الحقيقه من الاستاذ خالد العوضي وبعدين الكابتن خالد العوضي علشان اعرف مسيرتنا السنه دي كانت عامله ازاي. يعني ملخص، انا طبعا عارف ده بس انا طلبتها عشان ابقى شايفها قدامي. انتوا السنه دي كان عندكم المفروض لعبتوا 5 بطولات، كسبنا الحمد لله دوري وكسبنا كاس وكاس السوبر الافريقي طلعنا ثالث، افريقيا بطوله افريقيا للانديه بطوله الكاس طلعنا ثالث، بطوله افريقيا للانديه بطوله الدوري طلعنا رابع. مش عايز اقول زي ما بعض الناس بتقول ده كده كويس، لا كده مش كويس بالنسبه لنا احنا كنادي اهلي، وكطموح اللي احنا نحب ان احنا نشوفه في النادي الاهلي. شيء طيب وشيء كويس ان احنا ناخد بطوله البطولات المحليه واخدينها يعني كذا سنه ورا بعض، ده شيء طيب جدا. عايزين يعني نوصل نفكر بقى باذن الله في البطولات القاريه والمشاركات العالميه. مش عايزين ابدا ان احنا نقل، مش عايزين ابدا ان روحنا تقل. والدوافع اللي احنا بنتميز بيها كنادي الاهلي واللوجو اللي انتوا لابسينه ده هي ده شخصيه الاهلي. شخصيه الاهلي بننسى الكلام اللي انتوا حاطينه دوت، بننساه خلاص، بنفكر في اللي جاي. ده عشان تستمر وعشان بقول لكم تكتبوا تاريخ لناديكم وليكم. ده امر مهم جدا. بينضم لينا دلوقتي كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كره اليد بالنادي الأهلي. كابتن ياسر ألف ألف مبروك، هذه الإنجازات التي تحققت حاجة جميلة جدا جدا، وأعتقد أن تكريم مهم النهاردة من مجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب. كابتن ياسر لبيب، بس الأول عليكم على الحضور كلهم والسادة مشاهدي القناة الأهلي. طبعا التكريم ده جه نتاج الانجازات اللي حققتها فريق كره اليد السنه دي سواء على مستوى السيدات او الرجال. وكمان يعني احب كمان انوه ان كان في انجازات اكتر كمان في قطاع الناشئين حقيقي الحمد لله. يعني من السنتين اللي فاتت احنا وصلنا لنجاح بنسبه 65% بعد ما كان في حدود 35-40%. كابتن ياسر معلش سؤال، هل ده كان المستهدف؟ يعني طبعا حضرتك بما انك يعني رئيس الجهاز وبالتالي انت بتضع التارجت بتاع الجهاز او الاجهزه الفنيه بالكامل. لا التارجت طبعا احنا ان شاء الله يعني بالنسبه لقطاعات الناشئين احنا ان شاء الله متارجتين 75% ان شاء الله يعني ان شاء الله السنه الجايه. لكن طبعا لو لازم نذكر طبعا وقوف مجلس الاداره في ظهر الفريق ومش بس كره اليد لكن جميع الالعاب الصالات وساده اعضاء مجلس الاداره. وده يعني لو قلنا النجاح دوت ده نتيجه الفرق العمل اللي بتشتغل سواء على قطاعات الناشئين او في الدرجه الاولى رجال وسيدات. الحمد لله احنا قدرنا ان احنا نكون مجموعه عمل على مستوى عالي. في تنسيق بين الاجهزه بشكل عالي جدا ونوع فيها روح كويسه كمان بين الاجهزه وبعضها سواء على مستوى السيدات والرجال. بنلاقي ان فرق السيدات بيروحوا يتفرجوا على فرق الرجال والعكس صحيح. الحقيقه كابتن ياسر لسه كنت هقول لك يعني احنا نشوف ده كمان اكتر من بره ان الروح مختلفه. لو تتذكر السلوجان اللي كان الكابتن خطيب دايما بيتكلم عنه وهو عائلة الأهلي، عائلة الأهلي أصبحت واضحة أعتقد بما أننا بنتكلم هنا عن كرة اليد، أعتقد أنها أصبحت واضحة في كرة اليد. دي حقيقة ونقول على مستوى الصالات كمان يعني يعني المجهود دوت أعتقد أن خالد العوضي اللي هو مدير نشاط رياضي بذل مجهود كبير جدا أن هو يوصل
التآلف اللي بين القطاعات كلها، بقت الناس كلها بتحب الخير لبعض، طبعا. الناس كلها بتتابع بعض سواء على الفولي او الباسكت، بين كلنا بن يعني انا واحد من الناس يعني اقول لك كنت انا بشوفك في كل الزمالك وكده، انا بشوفك في كل الماتشات بالظبط، لكن دلوقتي لا، بقينا كلنا متابعين الماتشات كلها والباسكت بيجي يتفرجوا على اليد، بقت الروح حلوه. يعني اعتقد ده سر نجاح العرض الصالات في السنتين اللي فاتوا دول. انا شايفك يعني كابتن خطيب انت وهو بتتكلموا من شويه، يعني هو كان الكابتن بيقول لك حاجه، هل هي حاجه ممكن نتكلم فيها ولا ايه؟ لا طبعا في اسرار، هو يعني هو الكابتن طبعا يعني ولا بيبارك لك هو طبعا بارك لنا في الاول، ولكن في نفس الوقت هو اشار للاخفاقات اللي حصلت سواء على مستوى السيدات او الرجال واسبابها ايه، وحب يناقشها، وطبعا قعدنا وتناقشنا في الموضوع دوت بعد التكريم ليه الاخفاقات اللي حصلت ديت سواء على مستوى الرجال او السيدات، ان احنا خروج الفرقه من الكاس. طبعا دي اي فرقه بيبقى ليها انت عارف بيبقى ليها بيحصل لها دروب مثلا بعد فتره كبيره كمان بالذات من العمل، احنا كنا راجعين من بطوله العالم في بطوله افريقيا، في بعض الاحيان بيحصل تشبع او الفرقه بتحس ان الموضوع الماتش لا انا رايح العب ماتش سهل، فالماتش السهل ده بتلاقيه بيصعبوه على نفسهم. يعني احنا ماتش اللي احنا خرجنا البنك فيه الاهلي البنك الاهلي كان خرجنا جون كوره لينا بيرنتي رجعت علينا بقت جون صحيح فطبعا الحاجات دي يعني احنا اتكلمنا فيها دي طبعا سلبيات احنا واحنا ماشيين. هو زي برضو ما كابتن خطيب اتكلم قال لك انه هي رياضه ونقدر يعني فيها مكسب وخساره، ولكن مش بسببنا مش بسببنا كلاعبين يعني احنا 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 كنادي اهلي بنحب دايما نحصل على علامه كامله حقيقي يا جماعه. انا ده اول ما توليت رئاسه الجهاز دوت قلت لهم يا جماعه احنا عندنا 8 بطولات لازم تفكروا ان احنا عايزين نكسب الثمان بطولات، لكن لو فكرتوا مثلا ان احنا هناخد 5 هتلاقيكم هتاخد 3-4 بطولات هتاخدوا 2. انت بتتكلم على 3-4 بطولات يعني كانها حاجه بسيطه. لا ما هي بالنسبه لنا المفروض ان هي بسيطه يعني كاهلي صحيح. لا احنا عايزين ناخد الثمان بطولات، ليه ما ناخدش الثمان بطولات؟ اعمل نفسي تاريخ ما حدش عمله قبل كده. صحيح. فده لازم يبقى طموح اللعيب. وده اللي انا كنت بقوله يا كابتن، انه حضرتك نجم كبير جدا في عالم كره الهاندبول وكره اليد، يعني البطولات بعد ما الواحد بيبطل بيقول يا ريتني ما فرطت في ولا بطوله. الفلوس انا لسه كنت بتكلم، الفلوس والمكافئات كده كده هتصرفها في البيت في البتاع في هنا هنا هنا، لكن بعد ما بتبطل بتقعد مع اولادك او احفادك او اصدقائك تقعد تحكي معاهم تقول لهم انا خدت بطوله من الزمالك، خدت بطوله من الاتحاد، خدت بطوله من البنك الاهلي، خدت بطوله من اللي مش عارف ايه. هي دي الحاجات اللي بتفضل موجوده حتى لو بعد 100 سنه. ما ده تاريخ اللعيب، الناس مش بتتكلم انت خدت كام، لكن صحيح بتتكلم انت حققت ايه. لكن الماده دي حاجه بتاعتك انت، وطول ما انت بتكسب وبتحقق شعرك بيزيد. مظبوط مظبوط. بس فدي طبعا حاجه مهمه، واحنا كمان يعني من ضمن التارجت اللي احنا حاطينه للعيبه احتراف اللعيبه في الخارج. يعني احنا بنقف قدام حتى قدام احتراف اي لعيب، لعيبه بتطلع تلعب في دول الخليج بطولات اسيا او الخليج او الكاس قطر امير قطر، يعني كل الحاجات دي احنا ما بنوقفش. هتاخد الكلام ده بس فكر كمان في ناديك ان انا ازاي احقق له اكتر بطولات ممكنه. السنه دي حقق فريق الرجاله 4 بطولات منهم 3 على حساب نادي الزمالك، كاس السوبر المصري ودوري المحترفين وكاس السوبر الافريقي. اعتقد انجاز كبير يحسب، خصوصا ان انت بتحقق هذه البطولات على حساب فريق كبير زي نادي الزمالك. اكيد اكيد طبعا، يعني فريق الزمالك فرقه كبيره وهو الغريم التقليدي للنادي الاهلي، فطبعا ان انت تحقق 3 بطولات مستمره يعني متتاليه على حساب نادي الزمالك، وبتكسب السوبر بقالك 3 مرات برضو على حساب نادي الزمالك، فدي حاجه طبعا يعني تحسب للرجاله دول، ومجهود طبعا يشكروا عليه. وطبعا بشكر كمان الجهاز الفني والاداري والطبي اللي شغال معانا، الناس كلهم على مستوى عالي، والناس كلها يعني مش عايز اقول لك بتشتغل 24 ساعه، الناس حقيقي. دلوقتي في ناس مريحه واحنا شغالين.
انا عارف عشان الاجازات اليومين دول عشان التدعيمات وهكذا. فربنا يكرم ان شاء الله، والحمد لله يعني ربنا ما بيضيعش مجهودنا ده على الفاضي يعني. فريق السيدات ايضا حقق العلامه الكامله على الصعيد المحلي، وقدر يفوز بثلاث برونزيات في بطوله افريقيا، او يعني بالبرونزيه الثالثه في افريقيا لابطال الدوري وابطال الكاس وكمان كاس السوبر الافريقي. تقييمك برضو للمستوى اللي وصل له البنات؟ انا هقول لك تقييمي الشخصي انه ان احنا عاملينه ده اعجاز، وطبعا عندنا افضل من كده وهنعمل احسن من كده ان شاء الله، والتارجت بتاعنا السنه الجايه، ولكن احنا كنا فين وبقينا فين؟ بص طبعا احنا بنقول الحمد لله وبنشكر البنات برضو على المجهود دوت، ولكن احنا قدامنا شغل كتير حقيقي. يعني احنا هدفنا المنافسه على افريقيا. يعني انا ما بلعبش افريقيا عشان اخد مركز ثالث او مركز رابع، لا احنا بنجهز نفسنا عشان نلعب فاينل عشان نكسب افريقيا. ده انا عارف ان هو موضوع صعب لان الفروقات كبيره بينه وفرق انجولا. أيوة. مش هقول لك الفرق الثانيه، لكن فرق انجولا بالذات تحديدا انجولا صح، بقى لها 10 15 سنه هم بياخدوا كل حاجه، محتكرين كره اليد في على مستوى القاره. لا انت السنه دي كمان كنت كسبان وهم رجعوا عليك في اخر 2 3. نذير كويس لفرقتنا ان احنا لا احنا اتحسننا كتير، وبشهاده الناس اللي هم اللي عاملين في الاتحاد الافريقي نفسهم صحيح قالوا لنا يا جماعه انتوا الفرقه ماشيه بشكل كويس وبتتحسن عن المره الاول مره كانت في مصر الكونغو، للمره دي لا في تحسن في مستوى الفريق، عارف ان في فروقات بدنيه وخبرات ناقصانا دي بنعوضها بالشغل ان شاء الله، وبالاحتكاك دوت ان شاء الله هنبقى على نص التتويج مركز اول ان شاء الله. ناس كتير بتقول ان الاهلي مسيطر على سوق الانتقالات على صعيد السيدات، راي حضرتك في هذه المقوله ايه؟ لا مش يعني هو السوق مفتوح. احنا بنشوف الناس المواقف اللي عندنا، احنا ما بنلمش اللعيبه اللي في السوق صح، انا بشوف ايه المركز اللي ناقص عندي بكمله وبكمله لان انا عايز انافس على افريقيا، انا مش بكمله عشان اكسب الدوري المحلي ومش عشان اقعدهم يا جنبي بس بالظبط بالظبط، لا انا بشوف اللي بيأثر عندي بقول له شكرا، بشوف حد احسن منه اللي يفيدني اكتر وخاصه على مستوى افريقيا وببتدي اتفاوض معاه. في مفاوضات بتنجح وفي مفاوضات بتفشل، لكن غير كده احنا مستمرين باصين قدامنا ومستمرين. يعني دايما حد يقول لي مثلا مش عارف مين بيجيب ايه ومين بيجيب، انا ماليش دعوه، انا بشوف انا محتاج ايه صحيح. بجيبه وباصص قدامي، يعني باصص للهدف بتاعي انا عايز ايه صحيح، بس وبنشتغل على هذا الاساس. مصر هتستضيف ان شاء الله شهر 9 اللي جاي بطوله العالم للانديه سوبر جلوب ان شاء الله، يعني هنحضرها ازاي او هنحضر لها ازاي خصوصا انها هتكون بحضور جمهورنا، واعتقد ان كره اليد يعني بيبقى فيها جمهور كبير جدا جدا. هل هنجيب صفقات؟ هنعمل ايه عشان التنافس؟ اكيد هنبتدي ندور طبعا على الصفقات، بس مشكلتنا يا كابتن اسلام في التوقيتات بتاعه السوبر الافريقي او بطولات العالم، هي بتبقى نفس التوقيت، يعني هتلاقي في شهر 9 ده الدوري بادئ في اوروبا، فبالتالي انت عشان تدور على لعيب يا اما لعيب مالوش نادي او ممكن بيكون فيها في مرحله انتقاليه زي ما جبنا البنتين. ارجوك يا كابتن ياسر معلش انا اسف بس لازم حضرتك كل يعني حتى شهر كده تطلع توضح، لانه مثلا في البعض سال هو انتوا ليه ما جبتوش في البطوله، اعتقد السوبر الافريقي الاخير اللي كانت مؤهله للسوبر جلوب، الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا، ولكن الناس سالت او قبل ما تاخد البطوله قالت لك ايه؟ قالت لك هو انتوا ما جبتوش محترفين ليه؟ اصل انتوا مش عارف ايه، وفي الاخر فاحنا محتاجين برضو يا كابتن ياسر ان احنا نوضح للجمهور. يعني دلوقتي حضرتك كلامك ده الجمهور قال هيحطه في دماغه، انا عايز اجيب محترفين يا جماعه ما عنديش مشكله، ولكن انا اجيب محترف يساعدني، ما اجيبش محترف بس في محترف اقل من اللعيبه اللي عندي، اقل من اللعيبه اللي عندي او لسه هيبدا فتره اعداده او كذا او كذا او كذا. طب انا عايز اقول لحضرتك ان شخص ما من جماهير الاهلي او من الناس اللي هي بتوع السوشيال ميديا كلمني قال لي يا كابتن الزمالك جايب بروزان وجايب مش عارف مين من تونس واحنا ما جبناش حد خالص. صحيح. قلت له يا حبيبي انا مش هجيب واحد يشق عندي صف الفرقه، مش هجيب واحد لسه اعلمه السيستم بتاعي. صحيح. انا لو في حد جاهز بره احسن من الناس اللي عندي هجيبه، غير كده مش هيجيب. ده الكلام ده وكمان كلام المدير الفني، مش انا اللي بجيب، يعني لازم المدير الفني اللي يرشح. يعني انت عارف انت سياسه النادي الاهلي طبعا ده في السياسه في كل الالعاب مش في كره القدم بس، انا اللي بجيب لعيب على مزاجي احطه في الفرقه. صحيح. لكن هو الراجل بيشوف
في كذا احنا بنبلغ نشاط الرياضي بيبتدي يشتغل والنادي ما بيأثرش بصراحه. لا هو مهم جدا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، لانه احنا انا واحد من الناس كنت عمال اقول طب الله، طب هم ما جابوش ليه؟ ما لما بدات انا بقى اسال واجي هنا واعمل هنا، طيب ما جبناش، فبقى اللي بيسالني اقول له يا جماعه احنا ما جبناش لانه الفترة دي ما كانش في حد أفضل من المجموعة اللي موجودة، وبالتالي ربنا كرمنا وخدنا البطولة. حضرتك بتقول من دلوقتي إن شهر 9 لو ما لقيتش، لو ما لقيتش حد مناسب للفريق ومستواه أعلى وبدأ فترة إعداده وكذا 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 يستطيع إن هو يبقى موجود معانا ماشي، ما ينفعش هيبقى صعب جدا. بالظبط، مش هجيب حد. ما أنت حضرتك شفت بروزان عمل إيه في مع فرقة الزمالك. أوكي. ما حطش جون. يعني ما ينفعش اجيب لعيب قبل السفر بيوم صحيح عشان يلعب معايا بطوله، ولعيب مثلا بقاله فتره هو بعيد عن مستواه. صحيح، يعني زمان بروزان ده كان لعيب قوي جدا حقيقي، لكن دلوقتي ما هوش، واحنا كلنا عارفين الكلام ده. فهي نفس الفكره، ان انا النهارده لما اجي اجيب لعيب لازم اكون جايب لعيب جاهز وعارف هوظفه ازاي جوه الفرقه، حتى لو مش هخش معايا في السيستم اللي احنا بنلعب بيه، لكن هبقى عارف هوظفه ازاي. يعني انا عايز اقول لك ان حماصه لما دخل فاتكلمت مع ديفيز، وضع حماصه ايه؟ قال لي حماصه ليه ثلاث حاجات هيعملها لما يبقى حماصه في الملعب، الهفاط هتعمل كذا وكذا وكذا بس. حماده مش في حماصه مش في الملعب، يبقى احنا بنشتغل شغلنا العادي. يعني بس كان عندنا وقت، يعني عندنا كان كذا يوم قبليها. لا وخلي بالك حماصه برضه عارف الفريق الاهلي وعارف كل ما يخص الاهلي، وطبعا بس برضه عشان يخش في السيستم برضه انت فاهم، انت وظفته في حاجات معينه. بس بيني وبينك افضل من ان انت تجيب حد ما يعرفش الفرقه خالص. الله ينور عليك. واجيبه قبلها بيوم ولا حاجه، وفي الاخر اسم كبير واسم قوي وواحد من اجمد الناس اللي مش عارف ايه والكلام ده كله، ولكن في النهايه يعني مفيش تفاهم بينه وبين اللعيبه. انا بشوف يا كابتن ان الفكره دي مش ناجحه قوي لغايه دلوقتي. يعني لو انت هتقدر تجيبه قبلها بفتره تدخله مع الفرقه اوكي، غير كده ما ينفعش. اوكي تمام. بس فاحنا يعني بنشوف الاصلح ايه للفرقه وبنعمله، يعني والحمد لله ربنا موفقنا لحد دلوقتي. كابتن ياسر، مش معقوله حضرتك هتكون معايا وما اسالكش عن قرعه مصر في بطوله العالم اللي جايه، مجموعه الثامنه كرواتيا والبحرين والارجنتين. هل مصر قادره في هذه المجموعه على الصعود للدور اللي بعد كده واكثر؟ اعتقد يعني اعتقد احنا عندنا فريق قوي جدا على مستوى عالي، من احسن مش هقول لك 10 فرق، من احسن 6 فرق على مستوى العالم. فاحنا دايما منتخبنا متوقع منه ان هو يوصل المربع ويحقق، بس انا نفسي بقى يلعب فاينل. يعني بقى لنا زمان ما لعبناش فاينل من ايامكم اعتقد، صح؟ فانا نفسي ان هم بقى يدخلوا يلعبوا فاينل ان شاء الله. يعني مش كل مره نوصل ايه مثلا، يعني انت خلي بالك كل فتره بتحقق ايه، تخش تلعب ثالث رابع، تلعب سيمي فاينل وثالث ورابع. صحيح. فنفسنا في مره بقى نشوفه على بيلعب فاينل يعني ان شاء الله. والمجموعه اللي موجوده كلهم ما شاء الله على مستوى عالي جدا، ومعظم اللعيبه المحترفين بتاعتنا انت شايف على فرق كبيره جدا في مستوى اوروبا، كلهم بيلعبوا في الدوري الاوروبي، فطبعا على مستوى عالي جدا يعني. طبعا ان شاء الله يحققوا الانجاز دوت يعني. يا رب. كابتن ياسر، قبل بس ما اسيب حضرتك، هل الاجهزه مستقره؟ كل حاجه مستقره؟ الامور كويسه؟ ان شاء الله. يعني مع بدايه الموسم اللي جاي هل من الممكن ان نرى اي تغيرات؟ هتبقى تغيرات طفيفه جدا يعني، حسب احنا بحسب تقييمنا، حسب المناقشات والتقييم. بالظبط. دي لسه هنقعد مع الاجهزه ونشوف الناس وايه الايجابيات وايه السلبيات ونبتدي نشتغل عليها. أوكي. ونشوف الناس اللي هي مش ماشيه جوه النظام بتاعنا على نظامنا بنغيرها، الناس اللي هي ما حققتش نتائج وما حققتش حتى مستوى في الاداء مع الفرقه بتاعتها، ما فيش مستوى. خلي بالك احنا برضه بنقيم المدرب، ما بنقيموش بس نتائج لكن بنقيمه كمان اداء. يعني هل في تطور في مستوى الفريق؟ في تطور بنسيبه يكمل. ما فيش تطور المدربين اللي بتشتغل على نفسها كمان، دي نقطة مهمة جدا. يعني احنا في مدربين كتير السنة دي دخلناهم دورات تدريبية عشان يطوروا، فالمدربين اللي بتشتغل على نفسها كمان دي بنحافظ عليها.
يعني نتمنى لكم يا رب كل التوفيق، وانا بشكرك جدا يا كابتن ياسر على كل هذه الايضاحات. شكرا جزيلا نجم الكبير كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كره اليد بالنادي الاهلي. وزي ما حضراتكم شايفين ان الكابتن ياسر وهو بيتكلم بمنتهى الوضوح وبيتكلم بمنتهى المصداقيه، عشان يبقى كل جمهور النادي الاهلي عارف شهر 9 القادم بطوله السوبر جلوب. احنا يا جماعه عندنا شهر 9 ده هيبدا لسه الدوريات الاوروبيه وكذا وكذا، لو ما لقيناش حد قوي خلاص احنا عندنا مجموعه جيده جدا يقدروا يقفوا على رجليهم، وزي ما حضراتكم شفتوا بالظبط وزي ما سمعتوا كلام كابتن ياسر لبيب، اللي انا الحقيقه بشكره جدا جدا على هذه المداخله وعلى كل هذه الايضاحات، وايضا بشكره على المجهود. بشكر كابتن ياسر، يبقى بشكر كل الاجهزه الفنيه في كره اليد رجال وسيدات، وبشكر كابتن خالد العوضي طبعا، نجمين كبيرين سواء كابتن خالد مدير النشاط الرياضي وكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد في النادي الأهلي. ألف مبروك، بطولات وبطولات، ودائما البطولات والإنجازات موجودة داخل النادي الأهلي وكذلك التكريمات. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل بقى نرجع نتكلم عن كرة القدم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هنروح بقى لكره القدم. امبارح ريال مدريد حقق بطوله دوري ابطال اوروبا للمره ال 15 في تاريخه، ورفع رصيده للبطوله القاريه رقم 30. تقول لي يا عم اسلام انت يعني هتشرح لنا ايه اللي بيحصل في ريال مدريد؟ يا جماعه النادي الاهلي منافس ريال مدريد. الاهلي وريال مدريد بالمناسبه وجهين لعمله واحده، سواء في النجاحات او في الانتصارات. ناديين مش بيفكروا في اي حاجه غير البطولات. الاهلي حقق الاميره الافريقيه للمره ال 12 في تاريخه. ريال مدريد حقق البطوله الاوروبيه للمره ال 15 في تاريخه. 26 بطوله قاريه النادي الاهلي يعني، وهو وصيف ترتيب ريال مدريد لغايه دلوقتي 30 بطوله وهو متصدر الترتيب. حتى امبارح تصريحات انشيلوتي بعد المباراه وبعد التتويج قريبه جدا من تصريحات كولر. انا عارف الناس بقى اللي هم بعد ما لا يشجع الاهلي هياخدوا الكلام ده ويقعدوا يهزروا ويضحكوا ويعملوا ويتريقوا، مش هيبقوا فاهمين اللي انا بقوله ده كويس، لانه مش كل الناس هتبقى فاهمه هذا الكلام. انشيلوتي قال احنا سعداء بتحقيق اللقب بعد مباراه صعبه جدا، ولكن جماهير ريال مدريد سيطالبوننا بتحقيق ال 16. افتكروا كولر قال ايه؟ قال سعداء جدا بتحقيق هذه البطوله، ولكن جماهير النادي الاهلي بتطالبني بال 13. نفس الكلام تقريبا اللي قاله، هو مش نفس الكلام، هو نفس تفكير نفس ثقافه البطل. سبب البطولات والانجازات. من أهم هذه الأسباب أن الجماهير والجهاز الفني واللاعبين مش هيفكروا غير في حاجة واحدة بس، بطولات وانتصارات. اللي شبه الهجاصين والهجاص والمطرود والناس دي، الناس دي بتعمل إيه؟ تقعد تتريق على ريال مدريد وتتريق على الأهلي وتتريق على ليه؟ لأنه ما عندهمش هذه الثقافة. هي ثقافة مش موجودة بجد عندهم، فما يعرفوش. يقول لك أصل ريال مدريد لعب وحش قوي إمبارح ومش عارف إيه الشوط الأولاني. طب ما هو كان كويس الشوط التاني وكسب. هو حد هيفتكر بالنهارده؟ في ناس تقدر يعني، الناس اللي ما اتفرجتش على الماتش يقول لك ايه؟ ريال مدريد ده يا جماعه ما حدش عارف ريال مدريد لعب ماتش كويس ولا وحش، ما حدش عارف الاهلي لعب ماتش كويس ولا وحش، ما حدش عارف الوداد من سنتين امام الاهلي كسب المباراه دي ازاي؟ كسب احنا فاكرين كاهلاويه، انا فاكر 2007 ايه اللي حصل معايا. أنا فاكر أنا كنت بلعب، جمهور الأهلي اللي في هذا التوقيت فاكر، جمهور الأهلي دلوقتي فاكر، وعارفين أن عبد الرحيم العرجون له دور كبير في هزيمة النادي الأهلي في هذه المباراة، مباراة الوداد واللي خبى الجواب في الدرج، كل الأهلاوية فاكرين الكلام ده، ولكن ما حدش بيفتكر بقى بعد مثلا 50 60 100 سنة هي البطولة دي اتخذت إزاي؟ الهجاص والمطرود يفتكروا ويقعدوا بقى يحللوا وبتاع، يمشوا عكس الاتجاه دايما علشان يبقى الأمور بالنسبة لهم جيدة. ولكن هذه الأمور ليست صحيحة. ثقافة الفوز هتلاقيها عند ريال مدريد، هتلاقيها عند النادي الأهلي. عشان كده ريال مدريد هو الأنجح في أوروبا والأهلي هو الأنجح في إفريقيا، وستظل مثل هذه الثقافة هي
المحرك الرئيسي لكل الجماهير الأهلوية واللي بيحبوا دايما ثقافة الفوز، ثقافة البطل، النادي الأهلي. النهاردة اسمع يعني وحضراتكم قاعدين بتسمعوا كابتن خطيب، وبعد الحلقة ممكن نزع لكم الكلمة كلها كاملة، وانتوا قاعدين بتسمعوا كابتن خطيب هتعرف يعني ايه ثقافة الفوز. بيكلمك على 4 بطولات انت خدتهم، اه مبروك وهايلين وكويسين وكل حاجة، ولكن احنا خسرنا بطولة ليه؟ طلعنا من البنك الأهلي في الدور قبل النهائي في كاس مصر في كرة اليد ليه؟ هو ده الكلام. عموما خلونا نطلع نشوف تقرير وصراع كبار القارتين الإفريقية والأوروبية يتواصل من خلال صراع الأهلي وريال مدريد. طيب نروح بقى لمنتخب مصر، والفترة دي الحقيقة لازم كل الجماهير تساند وتقف بجانب منتخبنا الوطني، فترة مهمة جدا جدا. لازم استاد القاهرة إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي يكون مملي على آخره إن شاء الله، مساندة قوية لمنتخبنا عشان نقدر نحقق الهدف من هذه المباراة، وهو الفوز على بوركينا إن شاء الله على استاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل، ثم من بعدها على غينيا بيساو يوم 10 يونيو الجاري في غينيا، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. الجهاز الفني يجب أن يكون موضوعي في اختياراته للتشكيل وقراءة المنافس بشكل جيد، الابتعاد عن المغامرات، تجارب جديدة مفيش وقت، مثل هذه المباريات لا تتحمل الأخطاء، وناس كثيرة جدا 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 عايزين نتبسط بعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا وبعد فوز الزمالك بالكونفدرالية. لا ينقصنا سوى إن شاء الله إن شاء الله الفوز في هاتين المباراتين لمنتخبنا الوطني علشان فرحتنا تكمل إن شاء الله كأهلوية وزملكاوية بالفوز بالدوري أبطال إفريقيا وبالكونفدرالية. انضمام محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول، والصور اللي طالعه من المعسكر وكل الامور الحمد لله دلوقتي تقدر تقول انتهت الشائعات والقيل والقال طوال الفتره الماضيه اللي كان توتر حسام او توتر علاقه حسام حسن مع وابراهيم حسن مع محمد صلاح. اعتقد ان هذا الامر يعطي دفعه قويه كبيره جدا جدا وثقه لمنتخبنا الوطني، وفي نفس الوقت هو جرس انذار للمنافسين في هذه المجموعه اللي بتضم طبعا بوركينا وغينيا بيساو وسيراليون واثيوبيا وجيبوتي. كابتن حسام حسن وجهازه الفني بيحاولوا يحققوا افضل انطلاقه ممكنه في المباريات الرسميه، وزي ما حضراتكم عارفين منتخبنا الوطني يتصدر هذه المباريات حتى الان برصيد 6 نقاط من مباراتين، 6-0 على جيبوتي و 2-0 على سيراليون، وبوركينا بيحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم غينيا بيساوي المركز الثالث 4 نقاط ايضا، وسيراليون في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، واثيوبيا في المركز الخامس بنقطه، وجيبوتي في المركز الاخير بدون نقاط. خلونا نطلع نشوف تقرير عن استعدادات المنتخب لمواجهة بوركينا ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. وصلنا لتقرير جولة في أهم الأخبار. قبل بس ما أطلع تقرير، مين اللي كسب يا شباب في نهائي كأس مصر لكرة اليد؟ نادي الزمالك بيلاقي نادي سبورتينج في المباراة النهائية. سبورتينج فاز 27-25، إذا أصبح نادي سبورتينج هو بطلا لكأس مصر بعد فوزه على نادي الزمالك في نهائي كأس مصر اللي كان بيتكلم عنه الكابتن خطيب من شوية. احنا يعني طلعنا من كأس مصر، بس انا حبيت اقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل. وبمناسبة اللي بيحصل انا مش هرد النهاردة. يعني ايه مش هترد النهاردة يا عم اسلام؟ هل من المفترض ان انا يطلع المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك ويتكلم عن لاعب في النادي الأهلي أو نجم في النادي الأهلي زي كهربا، وإن إحنا نسكت وما نعملش أي رد فعل؟ هيقولك أصل هو بيتكلم في البرنامج الخاص بتاعه. طيب يعني هل أنا ممكن، أنا بقى ممكن أطلع على اللايف مثلا، عندي أي لايف على السوشيال ميديا وأقول أرد على هذا الكلام مثلا؟ يا جماعة العلاقات محترمة، العلاقات طيبة، التنافس خليه في الملعب،
نقدر نرد ونرد كويس جدا، ولكن هنحترم ولن نكون رد فعل سريع، لن نكون رد فعل سريع عن الكلام اللي اتقال. هننتظر ايه اللي هيحصل، ومحدش يقول لي اصله بيتكلم في برنامجه الخاص. طيب هنطلع لايف وهخلي الشباب يطلعوا لايف ويتكلموا، كل واحد يرد بقى على هذا الكلام. فالحقيقه كلام مش منطقي وكلام لا يصح. اذا كان هناك عتاب، ممكن على فكره يبقى هناك عتاب. هل حد من حضراتكم شاف الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي طلع في اي قناه وبيتكلم عن اي لاعب في النادي الاهلي، في نادي الزمالك انا اسف؟ من فضلكم يجب ان يكون هناك ايقاف لمثل هذه الامور. اذا كنت تريد ان لا يكون هناك رد فعل من جانب النادي الاهلي او من جانب قناه الاهلي او من جانب البيت الكبير او من جانب اسلام، فمن فضل حضراتكم، وانا بتكلم هنا بمنتهى الاحترام، من فضل حضراتكم نخلي بالنا من كلامنا، لانه الحمد لله مجالس الادارات العلاقات طيبه. اللاعبين لما بيكونوا مع بعض في المنتخب زي ما حضراتكم بتشوفوا اللي بيحصل ما بين زيزو وما بين الشناوي ما بين الناس كلها بينهم وبين بعض بيبقوا عاملين ازاي، الجماهير الحمد لله المداعبات اللطيفه الخفيفه دي بتعدي وبتبقى حاجات جميله جدا، وكل سواء الجمهور هنا او الجمهور هنا بيستحملها وبتبقى حاجات لطيفه، ولكن مش عايزين نرجع للايام السابقه. خلي بالكم من كلامكم، خلي بالكم من كلامكم، ولن نكون رد فعل سريع، ولكن ممكن جدا نكون رد فعل. اتمنى الرساله تكون وصلت لكل الناس، اتمنى. وصلنا دلوقتي لتقرير جولة في أهم الأخبار المحلية والعربية والعالمية، ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل كابتن ياسر رضوان، واحد مثل أعلى لكثير وكثير من الجيل بتاعنا الحقيقة. يعني هو كابتن ياسر مش أكبر مني بكتير، ولكن أنا لحقته شوية، هو مثل أعلى بالنسبة لي ومثل أعلى لكثير من الأجيال في الباك رايت، باك رايت أو باك يمين على اعلى مستوى. لعب للنادي الاهلي، لعب في المانيا، لعب لمنتخب مصر، لعب لانديه كثيره جدا جدا اوروبيه. النهارده حلقه مهمه جدا جدا مع احد النجوم الكبار سواء في مصر او في النادي الاهلي، النجم الكبير ياسر رضوان، بعد هذا التقرير والفاصل. حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تكريم فريق رجال كرة اليد والجهاز الفني والإداري والطبي تقديرا لما تحقق من نجاحات خلال الموسم المنقضي. وأعرب الكابتن محمود الخطيب عن تقدير مجلس الإدارة لما قدمه الفريق على مدار موسم كامل نجح خلاله الجميع في تشريف النادي محليا وقاريا. كما حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تكريم فريق كرة اليد للسيدات بعد النجاحات التي حققها خلال الموسم المنقضي. وأشار الكابتن محمود الخطيب إلى أنه طلب من خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي ضرورة التجهيز والإعداد مبكرا للموسم القادم للفوز بكل البطولات سواء المحلية أو القارية والوصول إلى المنافسات العالمية. اختتمت اليوم اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي في القاهرة، حيث أقيمت لمدة 9 أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر، وتبدأ غدا الاثنين في محافظات الجمهورية، وتنطلق في 7 صباحا بجميع الملاعب. أكد نجمنا الدولي محمد النني أن تجربته في البريمير ليج لم تنتهي برحيله عن أرسنال، إذ يطمح النجم المصري للمشاركة في البطولة المحلية مستقبلا من خلال ناديه الصغير الذي يحمل اسم النني، وأنه سيزرع فكرة الحلم في لاعبي فريقه للارتقاء إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يوما ما. أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم تتويج محمد المسلمي لاعب فريق السيب كأفضل لاعب في نسخة بطولة الدوري للموسم المنقضي، كما اختار الاتحاد ناصر الرواحي لاعب نادي عمان كأفضل لاعب صاعد، والبرازيلي جورفان فييرا مدرب السيب كأفضل مدير فني.
يشار إلى أن السيب هو حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري العماني والتي حقق فيها الانتصار في 18 مباراة. كشفت تقارير صحفية بريطانية أن أرني سلوت المدير الفني الجديد لفريق ليفربول الإنجليزي أعطى الإدارة الضوء الأخضر للتعاقد مع سانتياغو خيمينيز مهاجم فينورد روتردام الهولندي لتعزيز خط هجوم الريدز في الموسم المقبل ومزاملة نجمنا المصري محمد صلاح في الخط الأمامي. أعلن نادي إشبيلية رسميا عن تعاقده مع غارثيا بيمينتا مديرا فنيا جديدا للفريق لمدة موسمين حتى عام 2026. تغنت الصحف العالمية بتتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه بعد الفوز على بروسيا دورتموند 2-0، وعلقت صحيفة ماركا الإسبانية بعنوان ماكينة انتصارات، فيما علقت صحيفة أس الإسبانية بعنوان من كلمة واحدة فقط الخالدون، لتوضيح ارتباط الريال الدائم بلقب دوري أبطال أوروبا بعد حصد النجمة 15، بينما علقت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية بعنوان رئيسي مرة أخرى، كما عنونت صحيفة سبورت الكتالونية قائلة قصة لا نهاية لها. حقق الدولي الألماني توني كروس رقما قياسيا مع ريال مدريد بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024 على حساب بروسيا دورتموند بثنائية بيضاء، ليتوج بطلا للقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه. ووصل توني كروس للانتصار رقم 300 مع الفريق الملكي لينهي مسيرته مع ريال مدريد، حيث قرر اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد خوض منافسات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 المقبلة مع المنتخب الألماني. كشفت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي وقع على كافة العقود التي تخص انتقاله إلى صفوف ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، وأكدت التقارير أن مبابي سيصل مدريد الخميس المقبل بعدما أعلن اللاعب الفرنسي نهاية مشواره مع النادي الباريسي بعد 7 سنوات. وصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق فنربخشة التركي استعدادا لتولي مهمته الجديدة بداية من الموسم المقبل. ووصل مورينيو إلى مدينة اسطنبول على متن طائرة خاصة برفقة رئيس النادي علي كوش قبل تقديمه رسميا لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي داخل النادي التركي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره. كل سنه بيطلع معانا مره النجم الكبير كابتن ياسر رضوان. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن؟ شرف ومنور والحمد لله على سلامتك، دايما سعداء بوجودك معانا وشرف لينا ان انت تبقى معانا على الهواء. ربنا يخليك، الشرف ليا كابتن اسلام والله، وانا سعيد ان انا اخر حلقه ليا كانت في مصر معاك واول حلقه مع حضرتك برضه. الحمد يعني لله، يعني ده شرف لينا كابتن ياسر. كابتن ياسر رضوان عقليه احترافيه كبيره جدا. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن كابتن ياسر رضوان ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. تجربه مهمه في الاخيره يعني في البحرين، قبلها بقى تجارب كثيره جدا يا كابتن ياسر، كيف تفكر فيما هو قادم بالنسبه لك؟ والله طبعا انا بجتهد وبحاول اتواصل مع الناس اللي ممكن يتقدموا لي عروض من ناحيه الوكاله يعني، لكن التجربه فعلا زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسلام ان التجربه كانت جيده الحمد لله. يمكن هي ما كملتش للآخر لظروف ما، بس الحمد لله استفدت منها كتير وأفادتني في الخبرات كتير جدا. ويكفي ان انا كنت ماسك دوري ممتاز برضو، احتكاك كويس، شفت لعبة كتير كانت كويسة، ومدربين قابلت مدربين أجانب كتير تتعلم طبعا. بتعلم طبعا، ما في أي تجربة خبرات. الواحد بيخوضها بيكسب منها خبرات يعني. فالحمد لله يعني تجربة مهمة وتجربة أعتقد عدت. بتفكر في ايه في اللي جاي يعني؟ انت بالنسبه لك هل بتفكر في هتقعد في مصر، هتطلع بره، حسب الدنيا ما هتوديك فين يعني؟ والله انت عارف طبعا احنا الشغلانه بتاعتنا دي طبعا هي بتبقى في الاول والاخر رزق يعني، واجتهادات طبعا. لازم يعني انت مش غريب عن الجو، لازم يبقى في علاقات ولازم عشان تقدر تشتغل بشكل كويس. لكن انا بتمنى ان شاء الله ان يبقى في حاجه بره تاني باذن الله واخرج يعني. بلدية المحلة، نبروج، بين الكوم، نجوم المستقبل، السويس، بيلا، مجموعة كبيرة جدا من أندية. ولكن ليه دايما كابتن ياسر في الدرجة الثانية؟ ليه ما نفس السبب برضو العلاقات؟ عشان ما عنديش علاقات. بس هو سبب بسيط يعني، وانت عارف يعني الجو عامل ازاي، الجو العام يعني. اعتقد انه
وكلاء اللاعبين ووكلاء المدربين هم اللي مسيطرين على كل حاجه. اكيد طبعا يا كابتن اسلام، يعني انا وانت ما عندكش حد هنا. لا انا راجل الحمد لله يعني بدات طبعا من تحت خالص، اكاديميه النادي الاهلي، بعد كده مدرسه الكوره، بعد كده قطاع الناشئين، بعد كده في كل ده في النادي الاهلي، بعد كده درجه اولى مع الكابتن زيزو في الفتره اللي بعد الكابتن حسام البدري ما مشي. صحيح. قبل مستر مانويل ما يرجع. بعد كده رجعت نائب مدير قطاع ناشئين، وبعد كده اخذت القرار بان انا اعتمد على نفسي وابدا اشتغل في الممتاز به، ومن ساعتها وانا شغال الحمد لله في الممتاز به، في عروض على طول دايما موجوده الحمد لله. انا يعني اسم كويس في الدرجه، ما فيش حد يعني، ما انا مش هقدر اشكر في نفسي، لكن معظم الناس بتتكلم عليها كويس في الشغل يعني كمان يعني. فالحمد لله يعني، ما مسكت منتخب برضو الشباب، كنت مدرب عام مع الكابتن علاء ميوب، وبعد كده مسكت انا المنتخب لوحدي، غير بقى الحاجات اللي انا اشتغلت فيها بره ثلاث دول وبتاع. ربنا يكرمك يا كابتن ياسر، ونروح بقى الاحتفاليه ال 12 للنادي الاهلي. قبل ما اروح للاحتفاليه ال 12، امبارح مباراه ريال مدريد وبروسيا دورتموند، شفتها ازاي؟ مباراه صعبه، المباراه النهائيه دي طبعا، وفي فرقه دايما هي عارفه بتعمل ايه. يعني انا بشبه النادي الاهلي وريال مدريد، دول فرق بطولات بيعرفوا يكسبوا امتى. يعني انا كنت بتفرج مع صديق ليا، فبروسيا دورتموند كانت الشوط الاولاني ماشيه بشكل كويس، ضيعوا جوان كتير. ضيعوا جوان كتير قوي. هو بيشجع المانيا، بما هو معاه جنسيه المانيه، فانا عمال اقول له، وانت كنت بتشجع المانيا ولا ريال؟ لا انا بصراحه بحب ريال مدريد. فقلت له لا ريال هتكسب، بيقول لي ازاي؟ قلت له هتكسب، هم فرقه بطولات. البطولات بتجري في دمهم. زيهم زي النادي الاهلي بالظبط. انا عجبني كمان كلمه انشيلوتي بعد نفس الكلام اللي قاله، 16 ال 13 قال لك، وبعدين احنا بنحاول ناخد البطولات لان النادي الاهلي قرب مننا. فدي كلمه كبيره جدا. انت بتتكلم على فرقه عالميه، يعني ما بتتكلمش برضو النادي الاهلي. صحيح، دلوقتي النادي الاهلي بيقارن بريال مدريد. ريال مدريد ده حاجه ده فخر لكل المصريين، مش بس للنادي الاهلي يعني. صحيح. حاجه محترمه يعني. فهو بصراحه الماتش طبعا زي ما قلت لك يا كابتن اسلام، في فرقه بطوله. ريال مدريد من مجرد ان انا قلت له لو الماتش ده مش النهائي، كان ممكن تفكر بروسيا دورتموند ان هي ممكن تعمل حاجه، لكن نهائي لا. لما توصل مع فرقه زي النادي الاهلي او ريال مدريد، الفرق اللي هي متمرسه في النهائيات وتعرف ازاي تخطف البطوله، يبقى صعب على المباراه على الفرقه الثانيه. ولكن اوجه شبه كبيره جدا ما بين ريال مدريد والنادي الاهلي، حتى زي ما بقول في بدايه كلامنا وانا بتكلم، اتكلمت تقول لي انشيلوتي مثلا هو بيتكلم بعد المباراه ان الناس بتطالبه بال 16. هنا كولر بعد نهايه المباراه الناس قال كده في مع الزميل ابراهيم فايق، قال كده، قال ان انا الناس كانت بتطالبني بال 13. عقليه واحده وهي عقليه الفوز يا ياسر. هي عقليه الاحترافيه، ان انت اصلا فريق بطل متعود انك تخش، يعني انت النادي الاهلي النهارده شوف كم بطوله هيخش فيها في الموسم الجديد. هتلاقي 6 7 8 بطولات انت مطالب في كل بطوله انك تفوز فيه. تفوز في كل ده. فده برضه ضغط عصبي وفني وبدني على الجهاز اللي موجود، وعلى اداره النادي، وعلى اللعيبه، وعلى كل المنظومه داخل النادي الاهلي. فدي حاجه طبعا صعبه، وتبقى صعبه جدا على المدرب، ان هو عارف ان هو لما هيخلص من البطوله دي نسينا البطوله دي، اللي بعده فين؟ اللي بعده هتعمل ايه في اللي بعده؟ هي دي هو ده تفكير جمهور النادي الاهلي، هو ده تفكير لعيبه النادي الاهلي، هو تفكير مجلس اداره النادي الاهلي. ثقافه البطل. ثقافه البطل، ان انت تدور على اللي بعده، انت عايز تعمل انجازات، الانجازات مش هتفضل عند رقم 12، لا هتقع بعد ولا هتقف على 13 ولا ال 14، طول ما انت متعود على البطوله خلاص الدنيا مفتوحه قدامك، السكه مفتوحه قدامك. بعد ما هتاخد ال 20 ان شاء الله، يعني هتلاقي الناس بتسالك على ال 21 ال 22 وهكذا، وتظل دائما. هو ده بالمناسبه الفارق الكبير جدا جدا، وده دايما اللي انا بقوله ما بين النادي الاهلي وما بين اي حد تاني، وانا هنا ما بعيبش يعني، ولكن لا بالعكس ده حقيقه. انا بقول حقيقه، ده حقيقه يعني. هم يعني معظم الناس بتتكلم في كده، سواء جمهور اهلي، جمهور زمالك، جمهور اسماعيلي، اي جمهور بيتفرج على الكوره، لا هو واضح. ده حاجه ملموسه كابتن اسلام، مش حاجه مثلا انت بتسمعها وخلاص، لا ده حاجه ملموسه، انت حاجه بتسمعها وبتشوفها بعينيك. فتبقى راجل يعني، ما سوري يعني، تبقى اقول لك انت اعمل انك مش شايف اللي بيحصل. اللي بيحصل لا، انت النادي الاهلي في حته تانية خالص. النادي الاهلي فاز بالبطوله ال 12، اتفرجت عليها هنا اعتقد. اتفرجت، كان تاني يوم بوصولي. البطوله مهمه جدا. هل من الممكن ان انا اتكلم في فنيات في مثل هذه المباريات؟ يعني انا لسه بقول لك امبارح على مباراه ريال مدريد وبروسيا، اول قلت لي يعني احنا كلنا عارفين ان مش مهم الناحيه الفنيه عامله ازاي. على الجانب الاخر برضو الاهلي والترجي، مباراه مش ممتعه ولا حاجه، ولكن في النهايه استطاع النادي الاهلي ان يفوز. لو ينفع نص صفر كنا قلنا ماشي. يعني انت ذكرت حاجه برضو وانا قاعد بتفرج على بدايه البرنامج،
مين فاكر البطولة اللي حصل في البطولات اللي قبل كده؟ ولا حد فاكر حاجة. مفيش حد يفتكر. احنا بس اللي فاكرين. تفتكر حاجة واحدة بس. التاريخ كتب ايه؟ كتب البطولة ال 12 ولا ما كتبش البطولة ال 12؟ كتب البطولة ال 12 صح ولا وجماهير الاهلي بطولة بال 13 بيفتكر صح. ممكن افتكر اللي جاب الجون بتاع ال 11 لكن مين اللعيبة اللي كانت بتلعب مش هقدر اجمعهم كله اللي قبلها مش هقدر اجمعهم كله صحيح. لكن 11 معروف ان احنا خدناه 12 معروف ما تقدرش تمحيها اصلا هتمحيها ازاي ففي مباراة يا كابتن اسلام تكسب ولا تلعب يعني هو الراجل بصراحة بيدير المباراة بشكل يا جماعة احنا عجبك كولر طبعا يا كابتن راجل ماسك منتخب قبل كده وماسك فرق وعامل نتائج وشال طلع منتخب من حضيض بقى خلاه في الحته المحترمه يعني في حته في موقع محترم لا مش معقول يعني ان الراجل ده وصل للمكانه دي من هباء الفراغ كده يعني الفراغ لا هو مدرب كبير ومدرب هو عارف بيعمل ايه ناس كتير تقعد احنا المشكله ان احنا بينا كلنا محللين احنا مش عايزين نستمتع صح. بالكره لا احنا عايزين نحلل صح طب حلل يا عم بقى خلاص انت خلاص حلل انت انت تفتح الفيسبوك تقرا تفتح الانستجرام تفتح اي سوشيال ميديا يا جماعه ما تستمتع زي ما الناس بره بتستمتع شفت الناس امبارح ده فرحان وده فرحان واحد كسبان وواحد خسران لكن ده فرحان وده برضو رايح يستمتع نهائي اوروبا هو عايز بس يتصور في نهائي اوروبا ان الكاميرا تيجي عليه ان هو يبقى متواجد في الحدث احنا ليه ما نوصلش للفكر ده يعني ايه المشكله هنا لازم يعني النهارده لازم اقعد احلل ان كابتن اسلام لا ده مش عارف ايه ده انت مالك انت مالك ده شغل الناس اللي موجود مش شغلك صحيح انت شغلك انك تشجع فرقتك لاخر ثانيه في المباراه عشان توصل اللي انت عايزه لكن تستمتع مع من الكوره انما مش تقعد انت عايز تحلل وعايز تتكلم على ده وتعمل انا شايف حاجات غريبه بتحصل من ساعه ما رجعت يعني حتى الناس بقت تستفز بعضها في السوشيال ميديا بشكل غريب يعني ودي حاجه بصراحه شدت انتباهي وما اعرفش يعني هل هو ده الصح وعشان انا اتصيد بس خلي بالك قول في الاخر انت تقصد الجمهور ولا تقصد الناس عامه حتى يعني انت ذكرت حاجه برضو قبل ما اخش انت ليه بتتكلم على نجم مثلا غريبه جدا يعني انت لا وخلي بالك مع احترامي ليك يعني انت بتتكلم عليه ليه برافو عليك يعني انا بالنسبه لي لا ممكن اتكلم اقول حتى يعني ايه اقولها كنيه اللي هي يعني ايه بعيدا عن الاسماء والكلام ده كله بعدين العلاقات محترمه جدا ما بين مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره نادي الزمالك العلاقات جيده ما بين اللاعبين وانت عارف صح. انت كل زمايلك اللاعبين يعني حازم امام ومدحت والطقم ده كلنا كنا مع بعض بنبقى قاعدين كلنا واحد طبعًا. في منتخب مصر طبعًا. فانا قصدي اقول لك انه في النهايه ليه تطلع مثل هذه الاقاويل ما خلاص اللي حصل واحد اتكلم يا اخي قال كلمتين وده قال كلمتين لعيب هنا ولعيب هنا سيب اللعيبه يتكلموا مع بعض وسيب ايه اللي دخلك هو دي وجهه نظري ما انا اقدر ارد على فكره صح انا ما ردتش النهارده ومستني اشوف ايه اللي هيحصل عشان لكن انا اقدر ارد وارد رد يعني قاسي لا جدا. وانت موجود هنا عشان تدافع عن بالظبط كده عن لعيبتك وعن فرقتك الله ينور عليك مش انت برضو انت انا مش عامل قناه النهارده برضو عشان كل واحد يتطول عليا لا الله ينور عليك او على حد من لعيبتك او على حد من من قصدي ان احنا عليك ان هو على المنظومه كلها انا اقصد انه ما ينفعش مثل هذه الامور احنا دائما ما النادي الاهلي مش اسلام النادي الاهلي ما يتحلى بالحكمه في مثل هذه الامور بتلاقي ايه او في مثل هذه المواقف بتلاقي النادي الاهلي دائما ما يتحلى بالصبر يتحلى بالحكمه لانه انت غلطت طب يعني ايه لازمته الكلمتين اللي اتقالوا دول اصل انا بقولهم في البرنامج الخاص بتاعي طب ماشي انا هطلع انا وياسر دلوقتي نقعد بره هنا ونعمل لايف ونفتح البتاع ونعمل لايف ونقول بقى فيه كل حاجه ولكن احنا دائما عندما نتكلم انا رجل مسؤول في قناه الاهلي وبالتالي لما الواحد بيجي يتكلم بيبقى شايف ان الكلمه ممكن جدا جدا يكون ليها رد فعل كبير هو الاكبر من كده يا كابتن اسلام ان انت لازم لما تبقى عارف ان انت قاعد في مكان زي كده انت ما بتخاطبش ياسر اللي قاعد معاك في الاستوديو او الناس اللي موجوده في لا انت بتخاطب ناس كتير جدا شوف كام مليون بيتفرج عليك في الوقت ده صحيح شوف انت كده يعني لما بتقول حاجه مش كويسه انت بتسمم افكار الناس دي انت بتعمل عداوه بدون ما تشعر يعني طب ليه احنا نوصل للدرجه دي ليه صحيح. مع انك انت قلت دلوقتي وانا اللي انا شايفه الفتره اللي فاتت ان العلاقات بدات كويسه جدا هايله طبعا يعني الناس بدات تزور هنا وانا بزور هنا هي دي الرياضه اتعملت عشان نتعرف على بعض والمنافسه في الملعب والمنافسه في الملعب لكن ما اتعملتش عشان نقل ادبنا على بعض او نهزق بعض يعني برافو عليك من اهم المكاسب اللي شفتها في البطوله ال 12 يعني انت بتتكلم عن كولر انا شايفك بتتكلم عن كولر هل انت استفدت من كولر بشكل او باخر في تجربتك الاخيره في تجارب اخرى هل استفدت منه
وانت قاعد بتتفرج على المباريات من طريقه لعب معينه من شكل معين من حاجه بيعملها؟ لا هو بص هو الراجل طبعا ذكي جدا وبيقرا كويس جدا الفرقه اللي بتنافسه ويبقى عارف هما بيعملوا ايه. طبعا اكيد عنده محللين يعني عنده ناس كتير بتساعده في الحاجات دي طبعا, طبعا. فهو بيبقى عامل حسابه لكل مباراه. احنا بنستعجل الراجل, انت ما بتغيرش الا بعد الدقيقه, انت ما يا عم خليك في حالك. هو عارف هو بيعمل ايه. هو عارف ان ياسر يقدر او اسلام يقدر ينزل يلعب 10 دقائق بس ال 10 دقائق دول بمقام 120 دقيقه بالنسبه له. سيبه هو بيستنفذ كل قوات اللاعب عشان يقدر يغير اللي هو عايزه. وبعدين هو مش متسرع. الناس تقول لك لا هو ما عندوش شخصيه ان هو يهاجم. ازاي ما عندوش شخصيه ان هو يهاجم؟ امال جاب البطوله ازاي؟ دخل الجوان دي كلها ازاي؟ يعني الاجوان دي دخلت كلها ازاي؟ ما انا برضو ما في فرق انت لازم تضغط عليها من فوق وفي فرق لازم تستناها تحت. هي انا عايز اقول لك على حاجه. ريال مدريد ما ينفعش لازم تقابلها فوق عشان يبقى عندها مساحات تقدر تلعب فيها, لان صح. تستغل سرعتها. انما انت لما بتقف لها تحت الموضوع بيبقى صعب. الشوط الاولاني كله مش عارفين يعمل, لان دورتموند واقفه تحت تلعب على اول ما بداوا. بس اول ما فكروا يطلعوا لقدام جون, فكروا تاني اتنين, لا ولو استنى شويه يبقى ثلاثه. يعني انت فاهم يا كابتن اسلام؟ فهو الراجل عارف, هو راجل فاهم يا جماعه, راجل عنده الخبرات دي كلها. انت احنا مين عشان نقيمه؟ مع احترامي كل هقول لك على حاجه. الدورات اللي احنا عاملين ناخدها A وB وC وD ماشي يا عم على عيني وراس, بس الدورات دي كلها ما تجيش حاجه جنب التعليم بره يا جماعه. تعليم الملعب والشهادات نفسها, الشهادات اللي بره. الشهادات الناس بتاخدها في قد ايه هناك؟ انت بتاخدها في قد ايه؟ في فرق كبير يا جماعه. ايه قول لنا يا ياسر, قول. لا هنا مثلا يعني في الفتره الاخيره بدات تاخدها في 6 شهور وبتاع ومش عارف ايه, لكن الاول كنا بناخدها في شهر 3 اسابيع بره. لا من زمان, انت لو تفتكر دوره لايبزيج دي, لايبزيج دي سنه كمان صح. وتاخد اجازه اكنك في الجيش, تاخد اجازه وترجع وبتاع وتفضل متعايش وبتاع. لا في شغل. الراجل ده متعلم يا جماعه, متعلم يعني ايه الكوره غير الخبرات اللي عنده, غير خبرات الملعب. فالراجل ده مجل اتنين مع بعض. هو عارف بيعمل ايه, هو بيعرف يقرا المباراه وبيعرف امتى يغير وامتى يطلع فلان وامتى ما يطلعش فلان. فاحنا لازم نتعلم من الراجل ده زي ما اتعلمنا من مستر مانويل جوزيه لما كان موجود. وفي مدربين كانت بتيجي تعمل معايشات في النادي الاهلي, يبقى لازم تتعلم مع الراجل ده. ايه المشكله؟ مفيش حد فيها معلم, انت عارف يا اسلام. لا لا لا. مفيش حد في ثانيه. كل يوم في تطورات في كل حاجه, في كل حاجه في كره القدم. صحيح. فانت لازم تواكب العصر اللي انت موجود فيه. المفترض خلال الايام القادمه ان يتم الاعلان عن ميعاد السوبر الافريقي الاهلي والزمالك. مباراه مهمه ومباراه تاريخيه الحقيقه. دايما مباراه الاهلي والزمالك مباراه قرن اخرى بعد 2020 ومباراه القرن الاخير امام النادي الاهلي امام الزمالك وجون محمد مجدي قفشه. بتشوف الماتش ده ازاي في ظل ان غالبا الزمالك هيلعب لو في شهر 6 زي ما بيقولوا, الزمالك هيلعب بالمجموعه اللي موجوده والاهلي بالمجموعه اللي موجوده. انا عايز استمتع بصراحه. يعني انا عايز استمتع بالفرقتين. عايز المنظر الحضاري يبقى كويس, لان انت مش بس مصر اللي بتتفرج على المباراه, لا في دول كتير بقت متابعه الماتشات دي. عايزين نستمتع بالمباراه من كل حاجه بقى, نواحي فنيه بدنيه, كل ما يخص حتى التصوير نستمتع بيه, كل حاجه. صحيح. اتمنى ان هو يبقى في مصر. ليه ما يبقاش في مصر؟ لا ما هو لسه لم يتم الاعلان عنها حتى الان. يعني الناس بتسمع حاجات وبتاع, بس ليه؟ ما احنا شفنا المنظر الحضاري بتاع نهائي افريقيا عامل ازاي. حاجه مشرفه. صحيح. يعني انت تفتح, بس مش هقول لك احنا بقى بتفرجنا, ماشي احنا اتفرجنا عليه في التلفزيون, لا افتح بعد كده السوشيال ميديا واتفرج على الصور نفسها. ابداع. ابداع. يعني شفته في بطوله نهائي افريقيا وشفته امبارح في نهائي نفس السيناريو ونفس الشكل ونفس البطلين يعني. ده لابس ابيض. لا يعني ريال مدريد والاهلي نفس الاثنين اللي بيتنافسوا على الاكثر بطولات قاريه. فدي حاجه محترمه, ونتمنى طبعا يبقى ماتش كويس. وفي الاول احنا اتمنى طبعا الاهلي هو اللي يكسب. طبعا حاجه محترمه جدا ان انت تشوف ان الاهلي بينافس ريال مدريد. اعتقد احنا كاهلاويه كلنا فخر بهذا الامر, ان انت عندما تتكلم عن ريال مدريد. مش اهلاويه بس, يبقى انت راجل مش وطني. صح. انا بفرح لما الزمالك خد الكونفدراليه. طبعا كنت مبسوط. طبعًا. جدا, وكنت بشجعهم ساعه الماتش. زمايلي, وكانوا قبل كده فيهم في ناس في الجهاز كانوا زمايلي. صحيح. هبقى مبسوط لما يفرحوا, فرح ليا, ولما يزعلوا هيبقى زعل ليا. صحيح. فانا ليه لما النادي زي النادي الاهلي بيتقارن مع نادي
من اكبر واعرق انديه اوروبا واكثر نادي حصل على بطوله اوروبا، لا ده حاجه تشرفني طبعا، تشرف اي مصري يعني. كولر عاد لرقم موسيماني في البطولات الافريقيه، يعني بطولتين وبطولتين، اعتقد انجاز جيد ايضا يحسب لكولر. اكيد طبعا، سنه ونص يعني. اكيد طبعا، يعني حاجه كويسه جدا وحاجه مشرفه، ولسه قدامه المشوار. وانا اسمع ان هو بيجي له عروض كبيره جدا ومضاعفه للي هو بيتقاضاه. لسه الاستاذ خالد مرتجي مع ابراهيم عبد الجواد وكان بيتكلم على ان هو فعلا رفض عرض مغري جدا من احد الانديه. هو مدرب ذكي. يعني برضه يعني هو ذكي في الملعب وذكي بره الملعب. يعني واحد، انا النهارده كل يومين ثلاثه بلعب بطوله يا كابتن اسلام. مش ده صح؟ مش ده النادي الاهلي؟ ده في ناس، في مدربين يعني موسيماني اول ما جه بعد اسبوع خد بطوله. اسبوع. صح ولا انا بتكلم؟ صحيح صحيح. فالنهارده انا راجل بعمل ارقام لنفسي برضه. يعني دي حاجه محترمه يعني. حقيقي. تتحسب له طبعا ان هو خد بطولتين. ان شاء الله في الثالثه كمان باذن الله. ان شاء الله يبقى نظهر بمنظر مشرف في كاس عالم انديه ونحسن بقى الانتر كونتيننتال. بمناسبه الانتر كونتيننتال عندنا بطوله ان شاء الله في شهر 12 القادم. البطوله نظامها اتغير نظامها اتغير يعني، ولكن في النهايه هي يعني انت العين، الاهلي والعين هيلعبوا، هيعملوا قرعه، هيلعب الفرقه بتاعت اوكلاند سيتي اللي هي جايه من اقيانوسيا، هتلعب الكسبان في القرعه هيلعب على ارضه مثلا، العين اللي كسب فالعين هيلاعب اوكلاند سيتي على ارضه، وبعدين يجي يلاعب النادي الاهلي واللي كسبان منهم يطلع يلاعب كسبان من بطل امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه، وبعد كده يطلع ليه بطل اوروبا مستني يوم 18 ديسمبر اللي هو هيبقى ريال مدريد طبعا. ان شاء الله يبقى البطلين. هل من الممكن ان احنا نشوف ده؟ ليه لا؟ في ظل الظروف اللي احنا فيها. ليه لا؟ ليه لا؟ وضغطة الماتشات وانت على شهر. صح، انت عندك ضغط المباريات، لكن انت متعود على كده، انت النادي الاهلي متعود ان هو بيلعب اكتر من بطوله في موسم واحد. ومطالب ان هو يحقق كل البطولات. يعني انت اما كنت بتلعب، لما لا قدر الله كان بيحصل حاجه في مباراه، ما كنتش تقدر تخرج من بيتك. ما تقدرش تمشي في الشارع. ما هي دي المسؤوليه. هو ده الفرق بقى بين النادي الاهلي وفرق بين اي حد تاني. انت النهارده يوم ما بتتعادل، التعادل زي الخساره. صحيح. في النادي الاهلي. انت مطالب على طول انك تكسب، فانت محتاج دايما نوعيه من اللعيبه اللي تقدر تتحمل الضغط العصبي والنفسي ده. وانا اعتقد ان النادي الاهلي دلوقتي مليء بالنجوم وغني باللعيبه الكويسه. مين من ابرز النجوم اللي عجبوك في النسخه الاخيره دي؟ انا بصراحه عبد المنعم طبعا من اللعيبه يعني المحترمه جدا في المركز اللي هو بيلعب فيه. ممكن عنده شويه ثقه زياده، لكن ده عادي طالما انت ما بتخسرش الفرقه والحاجات دي ما بتاثرش على الفرقه خلاص، وانت لسه صغير برده بتاخد خبرات وكده يعني. اللي انا مبسوط برده من ان هو رجع، ورجع نص الملعب عندنا حاجه محترمه يعني بصراحه. الشناوي وشوبير واصابه الشناوي ثم تالق شوبير ووصوله بالتسعه كلين شيك في التسعه كلين شيت في المباريات الافريقيه، اعتقد حاجه مهمه جدا جدا وتحسب يعني تحسب لقطاع الناشئين. مصطفى انا عاصرته من مكان كده في قطاع الناشئين، وكان كله يقول لك ازاي هيقف جون، كان رفيع خالص وقصير وي وي. المهم انا مشيت ورجعت تاني النادي القطاع، فلقيت ما شاء الله مصطفى حاجه مختلفه، حاجه محترمه يعني، حاجه محترمه. ففي قبل ما يلعب والحاجات دي، فكان الناس تقول لك ايه، لا عشان الكابتن شوبير. لا هو مش عشان الكابتن شوبير خالص، ده شخصيه غير الشخصيه، ده شخصيه هو عنده شخصيته الخاصه بيه. والولد جون فعلا موهوب وعنده ثقة في نفسه وعنده شخصية في أداء وعنده ثبات انفعالي غير طبيعي، ولا بيهيب أي حاجة، وعنده تحمل مسؤولية كبير جدا. وأكبر دليل زي ما أنت قلت 9 كلين شيت، حاجة يعني ما حاجة مهمة جدا ما طبعا ما بتحصلش يعني. صحيح. ده مش تقليل من الشناوي، الشناوي جون كبير وليه تاريخه واحترامه. أنا لسه كنت هسألك كيف يمكن الحفاظ على الاثنين؟ ما أنت عندك أحسن جون في مصر محمد الشناوي، وعندك مستقبل مصر مصطفى شوبير، وبالتالي انت هنا بتتكلم عن احسن جون في مصر ومستقبل مصر، هتحافظ على الموضوع زي. صعب. لا هو هي صعبه جدا يعني، بس انا يعني انت لو بتسالني انا، لو انا المدرب وفي مكان الناس دي، مين دلوقتي مصطفى واخد بطوله افريقيا وشايل كام مباراه وما دخلش فيه جون خالص، ما ينفعش اقعده. مع احترامي للشناوي برضه جون كبير وليه تاريخ وحاجه فخر برضه، لكن النهارده مصطفى بقى في حته تانية ما اقدرش تنزله منها.
يعني ده هيبقى صعب خلاص. وانت عارف يا كابتن اسلام ان اللي بيلعب ويبقى كويس. هكمل معاك لان انا عندي برضو وجهه نظر في هذا الامر. اوكي خلونا نروح للنجم ايهاب فهمي. يا استاذ ايهاب ازيك يا فندم؟ بيك يا كابتن اسلام واهلا بكابتن ياسر ومنورين. اهلا بحضرتك. الف مبروك يا استاذ في بطوله جديده تضاف لبطولات النادي الاهلي. الف مبروك للاهلي والمصر وكل الاهلاويه وكالعاده يعني احنا منتظرين ال13. يعني انا امبارح حتى قلت ريال مدريد والاهلي ايه الجديد ده على طول سيطره يعني. لسه كنا بنتكلم عن كاس الانتر كونتيننتال. هل ممكن نشوف الماتش ده؟ هل ممكن نشوف ريال مدريد ريال مدريد مش هيلعب حد، هيستنى المباراه، هيستنى اللي هيكسب. هيستنى اللي هيكسب. هل ممكن نشوف ربنا يكرمنا ونسعى نصل للمباراه النهائيه؟ والله بص يا كابتن اسلام وكابتن ياسر، يعني انتوا كباتن كبار جدا عاونتونا، وانتوا لعيبه وكل الاجيال وكل اللعيبه اللي ارتدوا تيشيرت النادي الاهلي عارفين قيمه النادي الاهلي. ما فيش حاجه صعبه على ربنا طبعا سبحانه وتعالى في الاول، ثم الجهد والاجتهاد والعمل. احنا بالجهد والاجتهاد العمل ما فيش حاجه صعبه، وجمهور وراهم وجمهور الاهلي تسبح حاجه اكيد سيادتك عارفها اكتر من اي حد، يعني انه دايما روح 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 بيدي روح لعيبه. فما فيش ايه المانع، ايه المانع نحاول وربنا يكرمنا ونشوف ده، حتى يكفينا شرف المحاوله تبقى المباراه النهائيه مع ريال مدريد ونتفرج على ماتش عظيم ويكتب في التاريخ. وياما الاهلي عمل تاريخ ولسه هيعمل تاريخ، وده عشمنا دايما في النادي. اتفرجت على الماتش فين يا استاذ ايهاب؟ اتفرجت ماتش الكفيل، ان انا كنت رايح الاستاد بس الحقيقه يعني من عشان اكلم بصراحه من التوتر الشديد جدا. انا طبعا طول الماتش واقف، كل الناس حتى كانت نازله فيديوهات ليا اكتر من شوطين انا واقف على رجلي واقف تماما يعني، واخد بال حضرتك؟ كانك بتلعب يعني. الايه؟ كانك بتلعب يعني اقصد. كاني بلعب انا على طول كده من وانا عمري 10 سنين. وفي ماتشات انا هقول لك ماتش كان ليكم بس مش فاكره دلوقتي كان ايه، كان برضو يعني كنت بتلعب يا كابتن اسلام وفاكر اتاخرت الفوز، قفلت التلفزيون قعدت اسجد واصلي الى حد ما جت لجوان. انا حياتي مع الاهلي كده يعني. عندي حياه خاصه كده مع الاهلي يعني. والولاد كده برضو ولا مطلعهم؟ طبعا يعني اتمنى ان شاء الله يبقى لعيب كبير، والحمد لله هو في اداره الاكاديميات وبيلعب دوري دلوقتي. ان شاء الله عمره 12 سنه، ان شاء الله نشوفه لعيب كبير جدا اهلاوي. طبعا اهلاوي اكتر من ابوه يعني. جدا يعني الحمد لله يعني دي اللي نجحت فيها يعني. الحمد لله. يعني لو حابب بقى تقول رساله لجمهور النادي الاهلي فيما هو قادم، وقد ايه ان احنا بنحب النادي ده عشان دايما بيبسطنا يعني يا استاذ ايهاب. والله بص يا كابتن اسلام، الاهلي مش مساله كوره بس، الاهلي رمز، الاهلي اصبح رمز مؤسسي. بتتفرج على شيء متكامل جامد جدا. بقول لجمهور الاهلي اللي انا واحد منهم طبعا يعني، احنا دايما في ظهر فرقتنا، وده اللي بيخلي الاهلي متميز، وده اللي بيخلي الاهلي كبير جدا. والحقيقه فعلا فرحه الاهلي هي الفرحه الحقيقيه اللي بتبقى طالعه من القلب. هنفضل وراهم ان شاء الله. انا بقول الدوري مش هيروح والكاس مش هيروح، وجميع البطولات القادمه ان شاء الله الاهلي هيكسبها باذن الله. يا رب دايما ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم، ميرسي جدا لحضراتكم. شكرا يا استاذ ايهاب على وجودك معانا. استاذ ايهاب فهمي واحد من الاهلاويه الجامدين جدا 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 اللي بيحب النادي الاهلي. متعصب جدا جدا. فظيع يعني، ربنا يديله الصحه دايما. هنكمل كلامنا مع كابتن ياسر وهتناقش مع كابتن ياسر فيما يخص موضوع الشناوي وشوبير، ولكن بعد هذا الفاصل. رجعنا لحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. كابتن ياسر، وإحنا بنتكلم عن المباراة النهائية أيضا، تنظيم أكثر من رائع الحقيقة يحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي وإدارته التنفيذية. أكيد طبعا التنظيم كان أكثر من رائع بصراحة، حاجة مشرفة. الناس كلها مبسوطة، المنظر كان غير طبيعي، جسمك كان بيقشعر لما الكاميرا بتلف على الجمهور. صحيح. أو المنظر من بعيد، حاجة يفخر لها كل مصري بصراحة. تنظيم أكثر من رائع. طبعا الواحد كان متضايق شويه عشان التنظيم بتاع الكونفدراليه، وان احنا برضو ده في الاول والاخر احنا بنتكلم كمصريين بعيد عن انتماء النادي الاهلي او نادي الزمالك. انا نفسي دايما ان احنا مصر تبان بشكل كويس بشكل رائع في جميع المحافل يعني. فطبعا الاحتفاليه والمنظر اللي كان في الملعب والتنظيم، لا كانت حاجه اكثر من رائعه بصراحه.
طب ايه المطلوب من النادي الاهلي خلال هذه الفتره علشان يحافظ على هذه المكانه سواء قاريا او عالميا؟ انت بتاخد تقريبا الحمد لله والشكر لله في 5 سنين الاخيره توصلت 5 نهائيات او 5 نهائي دوري ابطال افريقيا، عالميا بتنافس ريال مدريد والحمد لله، يعني كل شويه ناس بتتكلم عن هذا الامر والمنافسه ما بين ريال مدريد والنادي الاهلي، وبالتالي كيف تحافظ على هذه المكانه؟ يعني انا سمعت حوار الكابتن خطيب والكلمتين مبسوطه، هو دايما كلامه بسيط لكن بيلم كل صحيح اللي انت ممكن عايز تسمعه. يعني هو الراجل قال لك احنا عشان نحافظ على اللي احنا فيه لازم تضاعف العمل بتاعك يبقى مضاعف. فده طبعا لما رئيس النادي بتاعك او رئيس الكيان بتاعك بيقول الكلام ده، فده معناه انذار لكل الناس اللي موجود انك لو مش العمل بتاعك مش هيبقى مضاعف، انت كلاعب او اداري او ايا كان او مدرب انت مش هتبقى موجود. لا، واللي لفت نظري اكتر في هذا الامر وهو زي ما قلت لك انت من 5 بطولات خدت 4. طبعا. فهو طبعا بيبارك وبيعمل كل ده للشباب واللي عاملينه والجزء وهايلين ورائعين وكل حاجه، لكن تفكيره في حته تانية. ولكن بيفكر انا ليه خسرت، يعني ليه عملنا كده، ليه خسرنا، ليه خسرنا بطوله. لان مش انا قلت لك يا كابتن اسلام في الاول انت ما بتتعادل ماتش بالنسبه لك خساره، فما بالك انت بتخسر بطوله. فايا كان بقى في كره القدم، في كره اليد، في كره الباسكت، في اي بطوله من البطولات هو النادي الاهلي. صحيح. ودي حاجه برضو يمكن صحيح كانت موجوده بس مش موجوده بالشكل اللي موجوده عليه حاليا، ان احنا مهتمين بكل الالعاب. انت مهتم انك تطلع الاول في كل الالعاب. صحيح كانت موجوده بس ما كانتش بالشكل اللي احنا بنشوفه الفتره الاخيره دي. صحيح. فدي حاجه برضو تحسب لمجلس الاداره ورئيس النادي، وحاجه محترمه يعني وحاجه مشرفه. احنا في فتره توقف دولي، ايه المطلوب من مارسيل كولر في هذا التوقف؟ عندك مجموعه كبيره جدا موجوده مع المنتخب، عندك المجموعه اللي باقيه اللاعبين الاجانب معظمهم مع منتخباتهم، وبالتالي تقريبا نص الفرقه بره. هو طبعا هي طبعا الموضوع بيبقى صعب جدا على الجهاز الفني ان بيبقى في توقف بسبب المنتخب او التوقف الدولي، لكن برضه بتبقى فرصه للمدير الفني ان هو بيبدا يشوف من الناس اللي موجوده في قطاع الناشئين والناس اللي ممكن مباشره ان هي تبقى موجوده في الدرجه الاولى او اللي ممكن بعد كده يبقوا نجوم، فبيبدا يشوف الناس دي، بيبدا يعمل ماتشات وديه، يحافظ برضه على المستوى للاعيب اللي موجود، لو ما انضمش للمنتخب يبقى برضه في نفس المستوى، ما يقلش عن مستوى الناس اللي راحت للمنتخبات. لا هو طبعا هي صعبه بس هو طبعا اكيد يعني راجل عارف هو هيعمل ايه يعني اكيد يعني. عندك 9 ماتشات تقريبا في 27 27 كل 3 ايام مباراه، منذ العوده يوم اول مباراه هتبقى يوم 14 لغايه يوم تقريبا 12 السبعة. ضغطه كبيره جدا في المباريات، شايف المنافسه ازاي في الدوري بقى في ظل هذه الضغطه الكبيره جدا؟ لا انت مطالب النهارده انك تكسب كل المباريات المتبقيه عشان ترجع لوضعك الطبيعي اللي هو ايه، اللي هو المتصدر. يعني ده وجهه نظري، المتصدر استحاله ان هو هيكمل بدون هزيمه، بدون تعادل، بدون لان هو برده ما عندوش شخصيه النادي الاهلي، ما عندوش شخصيه البطل. ان هو يحافظ سهل جدا توصل لفوق بس صعب جدا انك تحافظ على المكانه، تفضل محافظ على هذه الشخصيه. لكن دي بتبقى محتاجه بطل ومتعود وممارس في الموضوع ده. فالنادي الاهلي انا واثق ان هم قادرين ان شاء الله. الموضوع صعب، كل 3 ايام مباراه، يعني انت تريح 3 مش هتلحق لا استشفى ولا تعمل حتى تكتيك للمباراه اللي بعديه ولا تقدر تعمل اي حاجه للاعيب، دوبك يوم تريح طبطب عليه وقعده زي ما بيقولوا يعني. صح. فانت يا دوب هو تمرينه خفيفه، تمرينه مش عارف كلام، هتبقى يعني كل الموضوع هيبقى كلام. لكن الحاجه الكويسه والحاجه اللي تحسب لمستر كولر طبعا ان مفيش حد ثابت، بتغير كتير. انت النهارده انا وكابتن اسلام في مكان واحد، انت النهارده موجود بعد بكره انت مش موجود، انا اللي موجود. ففي منافسه كويسه، والمنافسه دي في الاول والاخر الفرقه هي اللي بتستفيد. فدي حاجه كويسه، فكل اللعيبه كله عايز يلعب وكل واحد عنده البديل، والبديل وفي لعيبه كمان صغيره تبقى برضو تبان بشكل جايه. صحيح. فدي حاجه كويسه، ممكن دي تشيل الضغط شويه عن عن النادي. اكتر التحديات اللي ممكن تقابل النادي الاهلي بعد العوده من التوقف الدولي هي المشكلة برضو يا كابتن اسلام، ان انت زي ما قلت برضو ان ما عندكش وقت انك تعمل اي حاجة، انت داخل في مباريات على طول. فده موضوع صعب، تحدي ده. تحدي كبير جدا يعني. وخلي بالك احنا مجرد ما اول الحكم ما بيصفر في المباراة اللي هتتلعب بتاعة الدوري، اول مباراة بعد التوقف احنا نسينا ال 12. خلاص بقى انسى. احنا نسينا ال 12. احنا عايزين الدوري. احنا بنفكر. احنا عايزين الدوري، احنا مالناش دعوة، احنا ما بنفكرش غير كده. وده اللي منجح النادي الاهلي. لان من اول
مع احترامي للعمال بتوع النادي لحد اكبر راس في النادي اللي هو كابتن محمود الخطيب رئيس النادي تفكيرنا كده. فده تعود خلاص. طيب نروح للمنتخب الوطني. والمنتخب الوطني داخل في مرحلة صعبة جدا جدا الفترة القادمة، مباراتين سواء بوركينا او غينيا. اولا انت شايف التصنيف بتاع بوركينا وغينيا وطريقه كابتن حسام حسن، هل هي مناسبه لما يحدث خلال هذه الفتره؟ والله بص انا اقول لك انا اتمنى ايه يعني. اتفضل. انا اتمنى طبعا كابتن حسام ينجح طبعا. حاجه محترمه، وبرده انا لحقت الكابتن حسام لعبت معاه اكتر من بطوله. هو كان ماشي بشكل كويس، مسك منتخب الاردن قبل كده، عمل نتائج كويسه، هو يستحق ان هو ياخد فرصه. في ناس كتير خدت فرصه، هو كمان يستحق ياخد فرصه. تمام. اتمنى طبعا ان هو ربنا يوفقه طبعا في الفرصه دي، وان هو يثبت فعلا ان المدرب المصري جدير بان هو يبقى موجود في المكانه دي. يمكن العصبيه بتاعت الكابتن حسام ساعات بتعمل له مشاكل، لكن بس هي الحمد لله الفتره الاخيره ما كانتش موجوده خالص. أي. هو عنده كم من الخبرات الكبيره، سواء هو كان لعيب او هو مدرب، ان هو يقدر يتعامل مع الناس كلها. الحمد لله شفنا المشكله بتاعت محمد صلاح انها اتحلت، وبدل الشكل المنظر بشكل رائع بينهم هما الاثنين، ودي الصور كمان يعني موجوده معانا مفرحه يعني. يعني فاتمنى له طبعا ان هو يبقى موفق في الفتره اللي جايه. تصنيف الفرقتين زمان ما كانوش يعني ما كناش بنفكر في الناس دي يعني. صحيح. لكن دلوقتي لا، بوركينا بقى عندها محترفين كتير في اوروبا، غينيا نفس الكلام يعني. لا المباراه مش هتبقى سهله يعني زي ما الناس هي متخيله يعني. صحيح عندنا نجوم كتير في المنتخب، لكن المباراه مش هتبقى سهله. يمكن انا بقول حاجه دايما، كل ما النادي الاهلي يبقى كويس وياخد بطولات المنتخب يبقى ماشي كويس. وقس على بقى على مدار السنين والبطولات صحيح اللي النادي اللي المنتخب 6-8 و10 بالظبط يعني. فدي حاجه برده مطمئنه شويه لحد ما للكابتن، المفروض للكابتن حسام ان هو كان يفكر في الحاجه في حاجه زي كده. لكن هو طبعا الموضوع مش سهل يعني. هو طبعا محتاج شغل ومحتاج تركيز ومحتاج يلم اللعيبه الكبيره، واللعيبه الكبيره تلم اللعيبه، لا يبقى في تكاتف كبيره. يعني الموضوع مش سهل. انت راجل اشتغلت مع كابتن الله يرحمه العظيم كابتن محمود الجوهري الله يرحمه، ولعبت مع كابتن حسام، شايف الطريقه قريبه جداً. طريقه كابتن حسام وطريقه جداً. الله يرحمه لا الطريقه يعني قريبه جدا يعني. فده ما اعرفش اذا كانت ممكن تنجح في العصر اللي احنا موجود فيه ولا لا. اللي هي ايه بقى الطريقه؟ لا هو اول حاجه في اول مبدا عند الكابتن جوهر مصر ده، خليها على يعني دي اول حاجه عندك، انت بتلعب باسم مصر، فهو لازم تحس بالكيان بالتيشيرت وبالاسم اللي انت بتلعب ليه. صحيح. دي اول حاجه. بعد كده هو الكابتن جوهر ما كانش يحب غير اللعيبه الرجاله بس، مهما تكون مهاري او ايا كان، لو مش راجل لا بس مش عايز. عبد الستار صبري برضو بس يعني دول كانوا مين ما كانش بيترعب منه اسلام؟ انت حضرت وشفت حازم وعبد الستار، وده كان بيمسكهم في اجتماع يعمل لهم اجتماع لوحدهم، كان يعني لا انت عارف. فلا هو طبعا الـ نفس الطريقه تقريبا يعني، على ما اعتقد يعني، ان هو برضو عايز يعمل ان المنتخب ده حاجه، وهو عندنا حاجه كبيره طبعا. صحيح. احنا كل اللي بنتكلم فيه ده برضو عشان يصب لمصلحه منتخب مصر. هو كابتن جوهري كان دايما يلبس الساعه ويقعد يخبط بقى تتفتح. حسام حسن بيعمل، كابتن حسام بيعمل، انا مش عارف هو بيلبس ساعه ولا بيلبس ساعه، ده لسه واخد يعني ما بيلبسش ساعه، هو كابتن حسام دايما تلاقيه. فدي برضو، لكن طريقه، حتى طريقه اللعب اعتقد، وطريقه طبعا كابتن حسام عنده في دماغه يعني، ما كان عامل شويه اجتماعات الفتره اللي فاتت بكثير من الاعلاميين، كان دايما بيتكلم على تكتيك معين، ان هو عايز يلعب بتكتيك معين، ما قالش طبعا ايه، ولكن دايما عنده افكار جديده. هو طبعا عايز يلعب بتكتيك هجومي، ده يعني انت بوجود النجوم اللي موجوده معاك، خاصه الناس اللي المحترفين اللي بره اللي في الخط الامامي، لا يقدروا يعملوا لك كل اللي انت عايزه، يقدروا ينفذوا لك كل الشغل اللي انت عايزه. فهو لازم يستغل المميزات اللعيبه دي، ما ينفعش نقف ورا خلاص بقى يعني. احنا بقى عايزين نرجع برضو نسترد هيبتنا في افريقيا يعني. فده مش هيرجع بسهوله، عايز شغل كتير وشغل كبير من الكابتن حسام واللعيبه اللي موجوده. وانا شايف ان اللعيبه اللي موجوده يعني تقدر تعمل الحاجات دي، وعندنا عناصر ما شاء الله يعني. ده بنشوف اهو كمان الناس على في الصور، لا يعني كل واحد قصه يعني، مش لعيبه كده زي ما الناس بتقول احنا ما فيش لعيبه، لا عندنا لعيبه، عندنا لعيبه كويسه. هو كابتن حسام اللي قال مش ناس، لا عندنا ده اكبر دليل. انت بص في الصوره انت تعرف. انت هقول لك حاجه، شيل اللي في الصوره كلهم حط بتوع النادي، هقول لك شيل اللي في الصوره كلهم وحط محمد صلاح.
يعني انت جماعه عندنا عندنا وتقدر تعمل. رايك ايه في طريقه التعامل او ما قيل ما قبل عوده كابتن حسام مع كابتن محمد صلاح في المعسكر امبارح ولا اول امبارح؟ بص هو الموضوع من اوله كابتن اسلام ما عجبنيش يعني يعني هو كان المفروض الموضوع يبقى ابسط من كده واسهل من كده. كابتن جوري كان بيجي لكم المانيا يبص. كابتن جوري قاعد معايا اسبوع والله. كان عشان مشكله ان احنا انت عارف ان طبعا انت ليك عدد مباريات معينه غير البطولات المجمعه الماتشات الوديه او حاجه زي كده او التصفيه الاجنده يعني الاجنده. فاحنا استنفذنا. ما كانش في اجنده. لا كان في استنفذنا الاجنده. استنفذنا الاجنده صح صح. فهو بعت فاكس فالنادي رد قال له لا فراح انا واماره. فجالنا عمل زياره لمده اسبوع النادي حجز له فندق كل حاجه. طبعا هم جم طيران على حساب المنتخب لكن احنا حجزنا له الفندق كل حاجه عربيه يروح ويجي التمرين ويقعد مع الناس وقابله حاجه. بصراحه كان شرف ليا كان فخر طبعا ان مدرب المنتخب المصري جاي لي مخصوصا يعني انا وعماره وكابتن عماره يعني طبعا. فدي حاجه كبرتنا يعني والناس كمان كبرتنا اكتر فالموضوع بقى بالنسبه لك حاجه يعني كبيره جدا كبيره جدا. فدي حاجه محترمه لما النهارده انا اخد نفسي واروح للكابتن اسلام النادي بتاعه. بالعكس ما انت بتشوف الناس بره كل الناس بتسافر كل الناس بتسافر الموضوع عادي جدا وبسيط جدا يعني. وانت كابتن حسام راجل كبير وخبرات ونجم كبير جدا لكن محمد صلاح يا جماعه محمد صلاح في حته ثانيه. محمد فاهم انا مش عارف يا جماعه انتوا ما ينفعش نقارن يعني اللي احنا لعبناه كله على مدار السنين والايام في مصر واللي عمله محمد صلاح حاجه ثانيه يا جماعه. ما ينفعش يخش في اي مقارنات حقيقي انا معاك في ده 100%. ما ينفعش محمد في حته لوحده بصراحه. وبعدين هو شخص يعني متزن وملتزم وما بيغلطش وواضح جدا حتى في كل الصور اللي بتيجي قدامنا انه طريقه وقفته طريقه ضحكته طريقه كل حاجه بتبقى باينه. الموضوع بسيط يعني احنا لعيبه كوره بنبقى فاهمين. طبعا بنبقى فاهمين الكلام يعني فاضح ان الموضوع بالنسبه له بسيط. انا بلعب باسم بلدي وجاي مع كابتن حسام كابتن ياسر كابتن اي حد هيبقى موجود صح. انا هبقى صح. انا هبقى موجود لان انا بلعب في النهايه باسم مصر باسم مصر. ايه اللي مطلوب من كابتن حسام الفتره اللي جايه؟ كابتن حسام طبعا محتاج ان هو يقدر يوصل المعلومه بسهوله للاعيبه لان ما عشان ما يحصلش العصبيه والنرف لان انت لو انت ما قدرتش توصل المعلومه اللي انت عايزها للاعب بتاعك هيحصل مشكله. الله طبعا اكيد يعني. فانت المفروض من خلال التمرين ومن خلال التعليمات والمحاضرات والحاجات اللي احنا بنعملها او بنشوفها لازم تبقى اللعيب بتاعك عارف انت عايز ايه. صحيح. وهل اللي انت عايزه ده يتماشي مع امكانياتي ولا لا؟ ما دي انت برضو في الاول والاخر انا محكم باللعيب الامكانيات اللعيب اللي موجود. انا ما اقدرش اقول له اعمل 1 2 3 وهو ما يعملش غير 1 وهو ما يقدرش يعني ما يقدرش غير واحد يعمل 1 و2. صحيح. الثلاثه ده هيعملها ازاي واذا كان هو اصلا الاوبشن مش موجود. صحيح. فانا صحيح. على قد امكانيات اللعيب اللي موجود معايا انا بديله التعليمات اللي المفروض هو يعملها. طبعا من ناحيه الحماس والقتال ده هتبقى موجوده رقم 1 100%. مفيش مفيش فصال. لكن الحته الفنيه بتبقى مهمه يا كابتن اسلام. القتال وان انا احارب والبتاع اوكي انا معاك ومفيش لعيب بينزل عايز يخسر. طبعا انت لعبت سنين وبطولات استحاله في يوم من الايام كنت نازل اخسر حتى سوري يعني مع احترامي لو بتلعب في الشارع ما بتحبش تخسر فبالك باسم بلدك فبالك انت بتلعب باسم بلدك وملايين وبعدين انت كل مباراه يا بترفعك يا بتنزلك انت احنا بنتكلم على النجم محمد صلاح. صحيح. انت النهارده المباراه البطوله بتاثر معاك. انت لما بتخسر بطوله افريقيا بتقلل من اسهمك لما بتكسب في التصنيف بتاعك كلاعب يعني صح ولا انا بتكلم غلط؟ فانت الحاجات لا احنا محتاجين شغل الفتره اللي جايه ان شاء الله ونرجع اسم منتخب مصر كده اللي هو برع بقاره افريقيا كلها. عندنا يوم الخميس ماتش مع بوركينا ان شاء الله اول تجربه رسميه لكابتن ماتش صعب ماتش صعب في ظل كمان غيابات ومؤثرة ويعني انت عندك حجازي مرموش فتوح يعني احتمال فتوح يكون موجود لكن محمد حمدي للإيقاف لتراكم البطاقات مين اللي هيعوض غياب مثلا مرموش مين اللي هيعوض غياب يعني هل مثلا نلاقي تريزيجيه ما هو تريزيجيه بيلعب دايما زيزو من وجهة نظرك كيف ترى مباراة يوم الخميس؟ أنا شايف تريزيجيه في الفترة الأخيرة نزوله أفضل من بدايته. أوكي يعني هو بيعمل فرق لما بينزل بيعمل فرق بشكل انا شخصيا بشوف ان تريزيجيه بيعمل فرق في اي وقت هو بيعمل فرق في اي وقت هو من بدايه للنهايه بس هو الفتره يعني الماتشات الاخيره لما كان بينزل بصراحه الولد حاجه مش طبيعيه هو من اللعيبه طبعا من افضل اللعيبه موجوده عندنا يعني صحيح فده ممكن يعوض غياب مرموش عندك زيزو برضو وصل لفورمه محترمه جدا يعني برضو بس هو هنا ناس تقول لك ان زيزو لا يتالق في المنتخب زي ما بيتالق في نادي الزمالك
ولا كان قبل كده مع فيتوريا روي فيتوريا ما كانش فاهمه كويس، ما كانش مش عارف. هي الثقه يا كابتن اسلام، هي الثقه، ثقه انت عارف لما المدرب بيديك ثقه انك تعمل اي حاجه، تعمل اللي انت عايزه. لما تقول ليش زيزو ما بيعرفش يلعب ناحيه الشمال، لا هو بيلعب ناحيه اليمين بس، ما في حاجه اسمها بيعمل كل حاجه في الزمالك، لعيب منتخب صحيح. لا يعني انت عندك كل الاوبشنات يعني بالظبط يعني انت فاهم. لا انت تقدر يبقى عندك لما انا اديك الثقه انك تنزل تقدر تعمل اللي انت عايزه في الحته دي، اعمل من خلال التعليمات يعني. صحيح. فدي حاجه لكن طبعا ممكن يبقى فتوح موجود بدل محمد حمدي يعني برضو ممكن، الله اعلم برضو في مش عارفين هو سليم هيلحق ولا مش هيلحق سليم ولا لا. لكن في بدايل، انت عندك لعيبه كتير جدا في المنتخب ما شاء الله يعني. صحيح. توقعاتك ايه المشوار كابتن حسام بمعرفتك الكبيره بيه؟ مع المنتخب طبعا. لا انا واثق ان هو هينجح ان شاء الله. لان هو برضو لو رجعنا لورا زمان كده للتسعينات والثمانينات، هو اتربى فين؟ من الاهلي بس. خلصانه. هو راجل اتربى على البطولات. فده صعب ان هو واكيد طبعا الحاجات دي ثقل اللعب والخبرات اللعب بالتعليم والخبرات كمدرب في الفتره اللي فاتت لا ان شاء الله انا حاسس ان هو يعمل حاجه كويسه باذن الله. اتمنى طبعا من الله سبحانه وتعالى ان هو يعمل حاجه محترمه يعني. من قراءتنا كده في اوراق هذه المجموعه، مصر، بوركينا، غينيا، سيراليون، اثيوبيا، جيبوتي، الامر صعب بفارق النقاط قريب حتى هذه اللحظه. يعني مصر ست نقاط، بوركينا 4، غينيا 4، يعني الفرص متاحه للجميع. برضو بوركينا برضو يا جماعه عشان ما حدش يقول لك ايه اصله ماتش سهل، لا ماتش مفيش ماتش سهل دلوقتي في افريقيا كابتن اسلام. لعيبه افريقيا كلها في العالم كله دلوقتي، مفيش اللعيبه اللي موجوده في افريقيا يعني المستوى المتوسط. انت بتتكلم على بوركينا 27 محترف، هتقول لي بقى محترفين مش عارف درجه ثانيه بس محترف. محترف اسمه محترف صحيح. لا هو ماتشات طبعا، غينيا 26 زي ما انت قلت، هو البنات قريبه جدا. لكن انت عندك فرصه ذهبيه النهارده تكسب اقرب فرقه ليك وتخرج تكسب بره، ترجع عندك ماتش جوه، انت خلاص انت في كاس عالم. في كاس عالم صحيح. ومن بدري بقى هم ثلاث ماتشات صحيح، ثلاث ماتشات قتال صحيح، تاخدهم خلاص انت لعبت كاس عالم. ولازم الفكره دي تبقى موجوده واكيد هتبقى واصله عند اللعيبه. وهو تلاقي الكابتن حسام برده دايما بيفكر بهذا الشكل، بس لازم برده ان انا اخد كل مباراه على حده. ما ينفعش ان انا اوصل للاعيب ان انا ايه عايز اكسب كذا وعايز اكسب كذا وعايز اكسب كذا، مش هينفع. لا اخد ماتش بوركينا ما بفكرش غير في بوركينا بس. اوكي يخلص من بوركينا فكر في اللي بعديه، خلصت من اللي بعديه فكر في اللي جوه مصر، خلاص انت تبقى في حته تانية. الفتره اللي جايه لا تحتاج الا لدعم المنتخب بيني وبينك، لانه يعني كمان برضو كابتن حسام اول مباراه رسميه دي، انا عايز اسالك برضو هل هتفرق ان هي اول مباراه رسميه ليه؟ طبعا تفرق. طبعا تفرق معاه كتير جدا. بين الثقه بينه وبين الجمهور، الثقه بينه وبين اللعيبه، كويس انها تلعبها هنا بقى، الثقه بينه وبين اتحاد الكوره. كل ده هيلتف حواليك لما تكسب. لكن لو ما كسبتش لا قدر الله، الله يرحمه. الله يرحمه مين؟ الله يرحمه. الله يرحم كابتن حسام يعني. ما انت عارف اذا كان هم في الدوري المصري بيقطعوا اي حد، ما بالك ده منتخب مصر. ما حدش هيسيبه. فانا عشان كده بتمنى. النقطه اللي انا اتكلمت معاه فيها ساعتها قلت له يا كابتن على فكره انت جايب بنسبه كبيره جدا من الاجماع على كابتن حسام، سيبك طبعا من كلام فلان ولا علان، لكن في الاخر بنسبه 98 95% كانوا مجموعين، ولكن عند اول هزيمه هو ده جمهور الكوره، هو ده جمهور الكوره المصري. كمان الناس في مصر يهمها اسم بلدها طبعا. ما ده انت بقول لك كل اللي بنعمله ده وكل البطولات الاهلي بياخدها والزمالك بياخدها والانديه الثانيه بتاخدها، كل ده عشان منتخب مصر. هتفرق ان الاهلي خد الدوري الابطال والزمالك خد الكونفدراليه مع كابتن حسام؟ اكيد معنويا هتفرق معاك كتير جدا. خلاف ما كنت بتروح بعد قبل كده، فرقه واخده بطوله وفرقه مش واخده بطوله. اللعيبه دي جايه فريش وفايقه ومبسوطه ومعنويات مرتفعه، الفرقه دي محتاجه وقت عشان المعنويات ترجع تبقى تاني. فده هيسهل عليه موضوع كتير. بمناسبة الوقت برضو كابتن حسام دايما بيتبع نفس الطريقه، ما احنا كنا بنتكلم عن الكابتن جوهري، عايز ياخد وقت اطول في المعسكرات. هو ده الفكر بتاع الكابتن حسام، ان هو لكن ده مش هيبقى صعب انك تنفذه. هو نفذه الاسبوع ده يعني مره يعني. لكن بعد كده هيبقى صعب لما يكون الدوريات كلها شغاله، هتبقى صعب. صحيح. هتبقى صعب. مين هيسيب لك انت عليك 3 ايام وهم بتوع الماتش وخلاص، مش هيدي لك اللعيبه اكتر من كده. اللي هو التوقف الدولي وخلاص.
لا ما تعتقدش ان انت تاخد شهر. كابتن جوهر احنا قعدنا في المكسيك قبل بطوله الكرات شهر قبل البطوله. بس ده لغى كل حاجه وعمل كل حاجه الله يرحمه. فكان يعني الله يرحمه يعني كان الزمن اتغير. لا اتغير كل حاجه اتغيرت طبعا. واللاعيبه وفكرها اتغير والامكانيات اتغير كل حاجه اتغيرت. فلازم انا اواكب العصر اللي انا موجود فيه. اعتقد الجلسه الوديه ما بين كابتن حسام وكابتن ابراهيم ومحمد صلاح اعتقد هتنقي كل الاجواء. انت تعاملت مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم وانا تعاملت معهم. هم من جوه حاجه يعني حاجه جميله يعني حاجه جميله ويتحبوا فعلا حتى وانت بتلعب معاهم. وبعدين اساطير خلي بالك. بالظبط. وانت بتلعب معاهم. لا انت انا ليا شرف ان انا لحقتهم يعني ولعبت معاهم بطولتين وكده. ده حاجه يعني بصراحه بيخليك فعلا من جوه. لا كابتن ابراهيم بيلعب معاك ايه بقى؟ لا ده كان هو بيلعب باكات وانا بلعب نص الملعب. لا بس هو نجم كبير طبعا. طبعا ونجمنا مثلنا الاعلى كلنا. مثلنا الاعلى كلنا بصراحه يعني وحاجه مشرفه يعني. لا اكيد طبعا كل حاجه اتبخرت يعني وباين في الصور وباين في الفيديوهات. واضح يعني ان الامور بقت كويسه وده اللي احنا عايزينه يعني. احنا مش عايزين اكتر من كده. توقعاتك ايه بقى للمباراتين دول سواء بوركينا او غينيا؟ انا بقول ان شاء الله ان احنا المباراه هنكسبها باذن الله. هي ماتش مش سهل لكن ان شاء الله هنكسبها. زي ما احنا قلنا كابتن اسلام في معنويات مرتفعه في المنتخب. المشاكل خلصت. لعيبه جايه واخده بطوله افريقيا، لعيبه جايه واخده الكونفدراليه، لعيبه برده في المانيا جايه برده عامله نتائج كويسه. زي بس طبعا مرموش مش هيبقى موجود. محمد صلاح موجود معنوياته كويسه برده مرتفعه. لا انا شايف ان الموضوع هيبقى كويس ان شاء الله يعني. طيب واحنا بنتكلم عن المنتخب هل ممكن تحط تشكيل من دماغك كده دلوقتي واحنا قاعدين يستطيع ان هو كابتن حسام او انت تحطه في التشكيل المباراه القادمه؟ والله ممكن بس يعني طبعا هو مع شناوي ولا شوبير ولا ما احنا اتفقنا في الموضوع ده بقى. ما اتفقناش. اختلفنا. ولكن لا انا اقصد لا مش ما اتفقناش ولكن انا اقصد انه لما يبقى عندك. طيب انت حضرتك كنت بتكلمني على الشوبير والشناوي بس في النادي. في النادي لا بس انا بكلمك ما يخص في النادي. ما يخص المنتخب ان لو لعب الشناوي الماتشين اللي جايين لو هو جاهز 100% يلعب. حلو جدا. يرجع المنتخب يلعب شوبير النادي؟ يرجع النادي عادي. مش عارف يعني انا اقول لك ليه بقى. طبعا. لان شناوي عنده الخبرات الدوليه الكبيره اللي تاهله ان هو يقف ماتش مهم وصعب زي ده. ماتش ده لا قدر الله انا لو كمدرب يعني بفكر كده لو مصطفى وقف لا قدر الله حصل حاجه سيئه فين للمنتخب مثلا لو وقف المنتخب هو اللي وقف مصطفى وحصل حاجه سيئه هتبقى وحشه جدا وهيتدمر نفسيا فيه مصطفى ممكن انما لو الشناوي واقف حتى لو لا قدر الله حصل حاجه مش يعني ايه مش عنده رصيد. طب عنده رصيد اصبح عنده رصيد عنده رصيد بس جوه النادي الاهلي اوكي يعني برده مش منتخب يعني طبعا عندك عبد المنعم موجود. انا شايف عبد المنعم ورامي بقى في تفاهم كبير جدا بينهم يكملوا بنفس الشكل كده برضو حاجه محترمه. هي البكات برضو طبعا اللي مش عارف هاني ولا فتوح مثلا ولا نشوف مين اللي هيلعب يعني شمين. دي برضو هي لسه مش عارفينها قوي. عندنا نص الملعب طبعا عندنا امام عاشور ممكن يبقى موجود. لو انت هتلعب 4-3-3 هتلعب بثلاثه في نص الملعب امام لازم يبقى واحد منهم. حمدي فتحي ولا اكرم ولا مين من وجهه نظرك؟ وجهه نظري لا حمدي فتحي ولا مروان ولا اكرم. مروان عطيه حاجه يعني بصراحه محترمه اوكي حاجه فيها كل المواصفات لرقم 6 و8 كمان يعني بياخد الاثنين مع بعض. كورته كويسه كورته حلوه لقدام ما شاء الله في كل حته في الملعب واقرب واحد دايما لكل لعيب وهو معاه الكوره او مش يعني او هو بيدافع تلاقيه دايما هو اللي بيروح ياخد هو اول واحد صحيح. لما تبقى معاك الكوره اول واحد برده هو بيظهر لك يساعدك فيها صحيح. فدي حاجه مميز فيها. ثالث بقى مثلا يبقى زيزو يبقى لو انت عايز تهاجم وتكسب من اول مره يبقى زيزو. يبقى انت كده عندك 2 تمانيات تريزيجيه ومصطفى دول ما فيهمش اختلاف. لا ما فيهمش اختلاف يعني ده اقرب تشكيل يعني انا شايف كده يعني. طيب كابتن ياسر اخيرا رسائلك بقى لكل من كولر جهاز فني لعيبه كابتن خطيب جمهور الاهلي. اولا طبعا ببارك للنادي الاهلي ومستر كولر والكابتن خطيب على الانجازات اللي بتحصل حاليا
وده اللي احنا متعودين عليه ولسه مستنيين انجازات تانية. اتمنى طبعا الحفاظ على اللي احنا وصلنا له، حاجه مشرفه جدا. زي ما الكابتن خطيب قال المجهود لازم يضاعف عشان نفضل في استمراريه، فدي حاجه برده مش سهله. الجمهور طبعا احنا من غير الجمهور مش موجودين ولا حاجه. صحيح احنا من غير الجمهور مش موجودين. صحيح. احنا شفنا المنظر عامل ازاي، الجمهور جاب بطوله يعني. الناس بتقول احنا ما كناش، ما يا عم احنا ما كناش كويسين، بس الجمهور جاب البطوله. اللي جاب البطوله جاب البطوله. صحيح. احنا والجمهور واحد، ما نفترقش عن بعض، ما ينفعش نتقسم يعني. صحيح. فطبعا بنشكرهم على الوقفه اللي بيوقفوها ورا النادي الاهلي، وده اللي احنا تعودنا عليه. مستر الكره عنده الفتره اللي جايه هتبقى صعبه، فتره الدوري زي ما قلت لك في الحديث، ان احنا هننسى مجرد الحكم ما هيصفر هينسوا الكوره. كله هيفكر في الدوري. صحيح. احنا عايزين الدوري، فمش محدش هيسمح ان احنا يحصل حاجه. اتمنى لهم التوفيق الفتره اللي جايه ان شاء الله، وزي ما عودونا على البطولات يعني. كابتن ياسر انا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معانا، ودايما الحقيقه ببقى سعيد جدا جدا بوجودك معانا، مثال للاحترام والمبادئ والاخلاق. بشكرك جدا يا كابتن على وجودك معانا، ودايما تشرفنا وتنورنا. انا اللي مبسوط جدا معاك يا كابتن اسلام، ودايما وشك بيبقى حلو عليا. ربنا يخليك ان شاء الله. ربنا يكرمك يا حبيبي، بكره في مكان افضل. ربنا يبارك فيك يا رب. تسلم لي. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن ياسر رضوان. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله بكرة نكمل مع حضراتكم بقية الحلقات، وتبقى حلقة جديدة من البيت الكبير. أشكركم وأشوفكم على خير.